مساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم يا غاليين في بث جديد لقناه الجريء تي في. ارحب بيكم يا اجمل ناس في الكون في امسيه جديده من امسيات الجريء. اتمنى ان تكون امسيه الخير والسعاده والبركه لحضراتكم زملكاويه العصر نجوم الرياضه في مصر. بحبكم من قلبي وبتمنى لكم الخير يا اصل الخير ومنبع الخير وكل الخير. نبدا حلقتنا الليله بدستور الجريء تي في. ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك يكون أبيض. المثقفون الرائعون يلتقون في أمسية جديدة من أمسيات الجريء تي في، وبرحب بحضراتكم. أتمنى أن تكون أمسية لكشف الحقائق وتوضيح بعض المفاهيم. نبدأ حلقتنا الليلة بعناوين الأخبار. عباس يستنجد بالسيسي ومرتضى يلجأ لمجلس الوزراء. قرار هام من وزير الرياضة حول انتخابات الزمالك. سر جلسة أشرف صبحي مع حسين لبيب. هل مصلحة الأهلي أهم من مصر؟ إعلان أول قائمة في انتخابات اتحاد الكرة. حسين السيد تحويلي للتحقيق تهريج. هزيمة منتخب مصر بذنب طارق حامد. رد حازم فتوح على اتهامات مرتضى منصور. شوبير يصف مرتضى وكارتيرون بالقط والفار. حكاية شيكابالا مع كأس مارادونا وقميص الزمالك. سر زغللة العين، احذر نقص هذا الفيتامين. من الخبر من خارج المستطيل الأخضر. دي كانت عناوين الأخبار، وبإذن الله نقول لكم الأخبار بالتفصيل يا أجمل ناس في الكون. رحب بيكم. اليوم كان في مباراة هامة بين منتخب مصر ومنتخب تونس. منتخب مصر ومنتخب تونس. قبل ما نتكلم عن المباراة، عايز أي حد بيسمعني لأول مرة أو لآخر مرة أو لنص مرة يفهم بدل المرة المليون أن قناة الجريء قناة محايدة، مش تبع حد ولا ضد حد. هنتننا كده غصب عن التخين، غصب عن قلالات الأدب، رغب عن لسانهم طويل اللي عايز يتقص وربنا يقصه لهم. قناة الجريء أشرف من أي حيوان، أشرف من أي واحد ما عندوش غير بس يشتم هنا وهناك. قناة الجريء ستظل رأسها مرفوعة، لأنها عمرها ما كان رأسها بتطاطي لحد، حتى إن وزير الشباب والرياضة عمرنا ما تطينا ليه. قناة الجريء في القمة. الذين يعملون في قناة الجريء أو يقدموا فيديوهات هم من أرقى الناس. الذين يعشقوا قناة الجريء من أرقى الناس. ستظل قناة الجريء في القمة. ليه؟ لأن احنا نضاف فقط لا غير. أي حد بقى شايف نفسه من بيئة واطية، أمه معرفوش تربيه، لا الدولة هتربيه. وستظل قناة الجريء، وسيظل الإعلام النظيف، وهيتن الكل بيقلدنا، وغصبا عن أي حد هنتننا في القمة، لأننا لا نباع ولا نشترى. فأي حد لسانه طويل الأيام الجاية مصر هتعلمه إن لازم يتعلم يحط لسانه في بقه، مش لازم كل شوية يتفعص تحت الرجلين عشان يحط لسانه في بقه، لازم يحترم نفسه شوية. هي مش جعجعة الفاضي، ما له جعجعة ممكن نتكلم ونقول، إنما احنا ناس محترمين، أهلنا ربونا، فما بنردش الصعب الصعب، احنا بنرد بالإعلام النظيف. هنتننا نظاف غصب عن اي حد. اما لو الواحد عايز يطلع يتكلم 4 5 ساعات ويقول اتهامات سهلة ولذيذة، وهتلاقي اعجاب عند ناس كتير، بل نفتح الباب لكل الاعداء يجوا ويقولوا ويغنوا. فارجو ان اي واحد لسانه طويل عايز يتقص يحترم نفسه. النهاردة كان في مباراة هامة جدا جدا لمنتخب مصر الوطني. منتخب مصر الوطني، نقولها ونقول بدل المرة مليون، منتخب مصر الوطني مع منتخب تونس. المباراة هات وخد، كرة رايحة كرة جاية، كل الناس بتتوقع انها تمشي الى نفس المباراة السابقة، وهنلعب ضربات ترجيح، وفي ضربات الترجيح تمشي الحال، ممكن نوصل لضربات الجزاء. أوس شناوي عامل زي الطول والعرض، عامل زي الحيطة، يترمي يصدله كورتين ونوصل النهائي. لا، دي مش كرة القدم.
ولا اللي كانوا قاعدين في الجهاز الفني يصلحون أن يكونوا مسؤولين عن منتخب مصر. منتخب مصر هم يمكن ما عرفوش يعني ايه مصر، عشان هم بياخدوا بالالافات وهم قاعدين ما بيشتغلوش، يمكن ما يعرفوش يعني ايه مصر. فاحنا في الفترة الجاية هنعلمهم يعني ايه مصر. منتخب مصر خرج من البطولة او انهزم هزيمة مذلة بفعل فاعل، والفاعل هو ربنا. ربنا اراد ان احنا نحط وشنا في الارض، او هم اللي يحطوا وشهم في الارض. الهزيمة بالشكل ده لها 100 مليون معنى. والمعنى المهم جدا في هذا الموضوع هو ان لما تروح منك كل حاجة في اخر ثانية يبقى انت ماشي غلط، بتعمل حاجة غلط. راجع نفسك، راجع نفسك يا كروش، راجع نفسك يا مجاهد، راجع نفسك يا اي حد، اي حد مسؤول عن المنظومة، راجع نفسك ولم نفسك، لان في ربنا كبير بيخلص. المنتخب بالشكل ده ممكن ما يوصلش كاس العالم بالشكل المجاملات الفجة. وزي ما قلنا في البث بتاع المباراة للإخوة الأفاضل اللي كانوا معانا وكانوا مشرفينا في البث، والأستاذ محمد فاضل والأستاذ جودة عودة قالوا في تحليلاتهم وقلنا كلنا بعد البث، ده ذنب طارق حامد، ده ذنب طارق حامد وآخرين. أكيد في ناس كتير يستحقوا أن يرتدوا فانيلة منتخب مصر أكتر من الناس دي. فللأسف الشديد أنهم يتلاعبون باسم مصر، وكانت هذه الفضيحة التي ملأت الدنيا اليوم. منتخب مصر لازم يروح كده يتمشى في البطولة العربية ويرجع معاه الكاس وهو بيتدلع، مش يروح يتمسخر. شيء مقرف، ما يعرفوش ربنا والله. خلينا نواصل مع بعض. اتكلمنا عن عناوين الأخبار، نبدأ خبرنا من خارج المستطيل الأخضر. سر زغللة العين، احذر نقص هذا الفيتامين. فيتامين دال من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم وخاصة صحة العظام. نقص فيتامين دال يؤثر على صحة الجسم بصورة كبيرة. في أعراض بتأكد أن عندك نقص فيتامين دال: الإعياء، ألام العظام، ضعف وألم وتقلصات العضلات، تغيير المزاج والاكتئاب. خليكم معايا، تغيير المزاج والاكتئاب، هتلاقوا ناس كتير عندهم الموضوع ده، تغيير المزاج والاكتئاب. فاكتبوا لي الله فوق الجميع، وارجو من اي حد عايز يتابع ماتش الجزائر يروح يتابعه بعد ما خلص يجي يشرفنا، علشان ما الجاش ان انا اوقف التكست، لان انا بعتبر اللي بيعمل كده مش بيحترم اللي بتكلم. يعني انت بتتكلم في ايه؟ ما احنا عندنا موضوعات اهم. فممكن نقفل بس ونروح نتفرج مع بعض ونشجع الجزائر ونشجع قطر ونعيش حياتنا. فارجو ان انا ما الجاش ان اطرد حد ولا اوقف التكست، نكتب الله فوق الجميع ونركز في الموضوع. فيتامين دال فيتامين مهم جدا جدا، بيؤثر على المزاج والاكتئاب، وده سبب ان انا جبت هذا الموضوع. من ضمن اعراض نقصه: الام في العظام، ضعف والم وتقلصات في العضلات، تغيير المزاج، الاكتئاب. ويؤدي النقص الحاد فيتامين دال الى الكساح الذي يظهر عند الاطفال على انه له انماط غير صحيحه، وبيؤثر على ضعف العضلات والام وتشوهات في المفاصل. كما يعاني الاطفال الذين يعانون من نقص فيتامين د من ضعف العضلات والتهاب العضلات والالم. تلاقي طفلك عمال يقول جنبي رجلي بتوجعني، حاجات من كده. في بعض الناس بيجي لهم زغلله في العين وعدم وضوح الرؤيه، عين واحده او العينتين، دي احد اهم اسباب نقص الفيتامين. اللي بيجي لهم زغلالة وبيبقى مش عارفين الزغلالة سببها ايه. فيتامين د من شأنه أن يجدد شباب العين من خلال حد من التهابات وتحسين الرؤية. وأشارت بعض الدراسات الحديثة أن زيادة تناول فيتامين د يمكن أن يساعد على الوقاية من أمراض المرتبطة بالعمر، وخاصة فقدان البصر والعمى. وعلاج نقص فيتامين د ينطوي على الحصول على مزيد من الفيتامين من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية. الأطباء في أكثر من 40 وحدة دولية وصفوا وصفة لتصحيح نقص الفيتامين د بالذات للناس اللي ما بيقضوش وقت طويل في الشمس. يعني احنا بنلاحظ ان الأوروبيين بيجوا في بلادنا وبيفردوا والشمس، والناس عندنا يفتكروا الموضوع يقول لك ايه ده، بيحبوا يعاروا نفسهم. لا، حتى هم في بلادهم اول ما بتطلع الشمس بيطلعوا بيفردوا في جناينهم، واللي بيبص عليهم طبعا بيبقى واحد واطي يعني مش
دي حاجة احنا اتعلمناها كلنا خلاص. يا إما لما يكون مثلا في بلادنا وربنا يا رب يديم الشمس علينا، الشمس موجودة، خد راحتك من الشمس، وخد خد أفضل حاجة من الشمس، اكتبوا الله فوق الجميع عشان الناس المصرة تكتب بالماتش الجزائر. أو معلش ممكن أوقف التكست شوية لو لقيت الناس بتكتب على ماتش الجزائر كتير، هوقف التكست، لأن واضح إن هم مش مهم عندهم إن يسمعوا خلاط الجريء. فإيه رأيك نوقف التكست على ما أخلص قولوا رأيك، أوقف التكست لحد ما نخلص الأخبار، إيه رأيكم؟ نوقف التكست؟ لا لا خلاص، أيوه لا لا. طب إيه رأيكم اللي يدخل يكتب حاجة بره الموضوع؟ عشان في ناس كتير قالوا لا، أنتوا احرجوه. ده ماما جت بتقول وقف، وفي ناس بتقول نعم. طب نجرب الموضوع ده، اللي يدخل يكتب حاجة بره الموضوع، لأن الموضوع بقى رخم قوي، انتوا احرجوه. نجرب الموضوع ده شوية، اكتبوا له اسمه لا تخرج عن موضوع المايك. وأتمنى طبعا زي ما الأستاذ محمود بيقول لكم، أتمنى الكل يعمل لايك. على فكرة الواحد مجهد جدا، شغله طول اليوم والماتش، وبعدين بعد الماتش الاستعداد للبث، وجايب لكم اخبار حصريه لقناه الجريء. فنتمنى لما تلاقوا حد عمال يكتب على التكست، ان انا بلاحظ ان الناس دي اللي بتعمل كده ما بيبقوش ودنهم معانا. انتوا اتصرفوا، انا هسيب للناس المحترمين ان هم يتصرفوا. منوره دكتوره سهير، لو في حاجه في الكلام اللي انا بقوله يا ريت حضرتك تساعديني فيه. واتمنى كل طبعا من الناس المحترمه تعمل لايك. فالناس اللي عندهم شمس يستفيدوا من فيتامين د، واللي ما عندهمش شمس لازم ياخدوا جرعات من بوصفه من الطبيه، اللي عندهم د ياخدوا من فيتامين د. يعني انا شخصيا موجود في مكان الشمس فيها حاجه عزيزه قوي، فعشان كده لازم اخد يوميا فيتامين د بوصفه من الدكتور. الدكتور هو اللي قال كده، فدي نصيحه طبيه حبينا نقولها لكم، غير لسه الفقره الجميله بتاع الجريء الطبي للدكتور محمد يحيى، وفقرة مستشارك القانوني لأخونا الغالي المستشار الأسواني. مين اشترك في قناة الجريء للاستشارات القانونية؟ مين اشترك فيها ومين ما اشتركش؟ لو ما اشتركش يقول ما اشتركش، لأن حاولنا نبعتها للكل اليوم. اللي ما اشتركش يقول ما اشتركش. أنا مش فاهم، أنا لا يقول لي ما اشتركش بس، لأن الأسئلة أثناء فقرة الدكتور وأثناء فقرة المستشار القانوني هتكون في هناك. أنا هجيب الأسئلة من هناك مش هجيبها من التكست. طيب اللي لسه ما اشتركش الرابط أهو. هذا هو الرابط. يا ريت يشترك، واللي عايز يوجه اسئله للمستشار الاسواني يروح تحت اي فيديو ويسيب له سؤال دلوقتي. بعد شويه هجيب لكم القناه بتاعت الدكتور محمد يحيى، او اجيبها لكم دلوقتي عشان اللي عايز يسيب له برضه سؤال ما يسيبوش على التكست. بتعب من ان انا الف على التكست، ولازم ندعم القنوات دي للناس المحترمه دي ونعمل لهم احلى شغل. دي رابط، حطينا الرابط بتاع المستشار الأسواني الجريء للاستشارات القانونية، وفي الجريء الطبي نحطها لحضراتكم حالا. والله الواحد من ساعة هزيمة المنتخب ومش قادر يمسك أعصابه، والله العظيم الناس اللي مش حاسة بالبلد، الأخوة اللي عايزين يلغوا البطولة الإفريقية عشان يروحوا يلعبوا ماتش، يلا العار يلا العار، عشان الاهلي يروح يلعب ماتش بيلغي لك بطولة بحالها. يلا حسبنا الله ونعم الوكيل. الجريء طبي، هذا هو الرابط اللي فيها وصفات الدكتور محمد يحيى. الرابط التاني ده بتاع الجريء الطبي، نبقى نحطهم تاني بعد شوية. اللي عايز يسأل سؤال بقى ما يكتبوش على التكست اثناء البث، عشان الموضوع ده بقى
بيطول يكتبه هناك، وانا هطلع التعليقات واقولها، يعني سيب تعليق في اي حته ويقول هناك وانا اقول. طيب في الاخوه اللي انضموا لنا مؤخرا، في حد ما سمعش عناوين الاخبار؟ اي فيديو اكتب عليه تعليق، اي فيديو اكتب عليه تعليق، يعني في الجريده الاستشارات القانونيه اختار اي، هم فيديوين تقريبا موجودين، حط سؤالك وانا اثناء الفقره بتاع المستشار الاسواني هعمل نفس الحكايه عند اخونا الدكتور محمد يحيى، اللي عايز يوجه له سؤال يسيبه تعليق وانا ادخل على التعليقات مباشره واقولها. طيب اللي ما سمعوش عناوين الاخبار نقولها مره تانية سريعا عشان ايه ندخل بجد في الموضوعات. سؤال اخر بس قبل ما اخلص، لان معانا افضل ناس دلوقتي، الفقرتين بتاع الدكتور محمد يحيى والمستشار الاسواني في تعليق يا وليد، في تعليق هناك، تحبوا نخليهم في اخر البث ولا في نص البث؟ اكتب لي بس اخر او منتصف، خلينا نعمل استطلاع راي عشان ما حدش يغلوش على حد. في ناس بتقعد تكتب التعليق 100 مره. فقرتي المستشار الاسواني والدكتور محمد يحيى في منتصف البث، ولا نقول قبل نهاية البث عشان بتخلي انا دايما خبر مهم جدا لنهاية البث. حطيت اول استطلاع، ناخد بقى راحة حضراتكم عبر الاستطلاع عشان في ناس بتقعد بتحط بسرعة 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 بسرعة. فقرتي المستشار الاسواني والدكتور محمد يحيى، تحبه في منتصف البث ولا قبل نهايه البث؟ لان دايما انا بخلي خبر تقيل قوي لنهايه البث، مش نهايه البث قوي يعني، شويه كده. لا اكتب بقى في الاستطلاع الراي، ما حدش يكتب على التكست دلوقتي، خلينا في الاستطلاع الراي. نعود مره اخرى لعناوين الاخبار. عباس يستنجد بالسيسي ومرتضى يلجا لمجلس الوزراء. قرار هام من وزير الرياضة حول انتخابات الزمالك. سر جلسة أشرف صبحي مع حسين لبيب. هل مصلحة الأهلي أهم من مصر؟ إعلان أول قائمة في انتخابات اتحاد الكرة. حسين السيد تحويل للتحقيق تهريج. هزيمة منتخب مصر بذنب طارق حامد. رد حازم فتوح على اتهامات مرتضى منصور. شوبير يصف مرتضى وكارتيرون بالقط والفأر. حكاية شيكابالا مع كأس مارادونا وقميص الزمالك. سر زغللة العين، احذر نقص هذا الفيتامين، وهذا خبر من خارج المستطيل الأخضر، وقلناه من شوية حول فيتامين د المهم جدا في حاجات كتير، اللي ما سمعش التفاصيل يرجع تاني. موضوع شوبير عشان انا قلته بسرعة كده وهرجع له تاني، حد فيكم سمع المستشار مرتضى منصور من اول ما رجع قال كلمه على شوبير؟ انا سمعت على عمرو اديب وموسى يعني يوم المؤتمر اللي زعل الدنيا كلها اللي عمله في نادي الزمالك ده، كان بيكلم عمرو اديب، حد سمع قال حاجه على شوبير؟ لا يعني انا تخيلت برضو كده، هو شوبير بقى جامد قوي كده؟ شوبير بقى جامد مرتضى منصور المره دي مش جايب سيرته خالص خالص، وابتدى شوبير يتريق. اعمل ريفريش يا وليد او ما تعملش كذا مره. ف غريب ان المستشار مرتضى طالع عمال يخبط في الزملكاويه ويخبط في الناس المحترمه ويخبط في هاني زاده والناس اللي وقفت جنبه، عمال يقطع فيهم ليل نهار، وساب شوبير. معرفش عنده تعليمات انه ما يقربش من شوبير. هل شوبير بقى قوي قوي في الدوله للدرجه دي؟ طب انت مستشار مرتضى مش قادر على شوبير، احنا هنقدر عليه، ما تقلقش. احنا رجاله قوي قوي، واحنا اسود قوي قوي، وما بنخافش من حد، ومحدش يقدر يدينا تعليمات. ههزقلك شوبير النهارده يا معلم، ابسط انت وروق بس. اتكلمنا عن خبر من خارج ال، لا ده دوره جاي على حجر انا، هو وعلاء صادق على حجر انا. برضه المستشار ما اتكلمش على علاء صادق، خلي بالك، مع ان علاء صادق على مدار سنه كل يوم كان بيكسب المستشار غسيل ومكوى. ما اتكلمش عن شوبير، لا لا.
كل يوم كان واخده غسيل ومكوى. عبد الناصر زيدان خده حته كده، انت يا واد يا ابو جعوره حاجه زي كده يعني. واضح ان في ناس بقت مراكز قوه في الدوله واحنا مش واخدين بالنا، وبقت الناس تخاف منهم. لا احنا ما بنخافش. اتكلمنا عن خبر خارج المستطيل الاخضر حول نقص فيتامين د، ولو الدكتور محمد يحيى او الدكتوره سوير او اساتذتنا الافاضل يزيدوا من الشعر بيت ان نكون لهم شاكرين، احنا بنحاول نقدم معلومه تفيد اصدقائنا وحبايبنا في قناه الكريم. ندخل بقى على البهاريز، ندخل على البهاريز ونتكلم عن الاخبار. بس قبل الاخبار اشكر بس اتنين في فقره افضل تعليق. الاول الاستاذ خميس رمضان بيقول معرفش ليه المستشار بيخسر احبابه، الاخ لازم يتسامح مع اخيه، يا ريت الكلام ده يوصل للمستشار والاستاذ هاني زاده، انهما شقيقان مغرمان بحب نادي الزمالك، اتمنى ان تنتهي تلك الجفوه سريعا والاهتمام بالنادي حتى يصبح في احسن حال بتشابك ايدي ابنائه المخلصين. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. شكرا 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 استاذ خميس رمضان. تعليق جميل لتعليق زملكاوي فاهم بيقول لهم اتحدوا بلاش خلافات، يا ريت المستشار وهاني زاده يحط ايديهم في ايدين بعض في انقاذ نادي الزمالك بدلا من انهم يسمحوا للمغرضين انهم يوقعوا. والرساله دي هنتننا نقولها كتير لمرتضى منصور، ما تسمعش لحد، سيبك من الناس اللي بتكتب لك تقارير. سمعت مثلا 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 حد اهبل اسمه محمد اسامه مثلا بيقول لك ان قناه الجريء بتعمل حاجه، اتصل بقناه الجريء، اتصل باي قياده من قناه الجريء، كل اللي حواليك عارفين وبتواصلوا معاه، اسال ولادك على قناه الجريء. بتسمع حد بيقول لك عن هاني زاده مثلا ان هاني زاده داخل رئيس، تعالى يا هاني داخل رئيس ولا داخل معايا؟ في ايه يا هاني؟ انا زعلان منك من موضوع كذا. وانا زعلان منك من موضوع كذا، طب يلا يعني احنا احباب وناخد بعض بالحضن. تعالى يا اوباما، يا اوباما انا زعلان منك عشان الاخ حازم فتوح هو السمسار بتاعك، الغي العقد معايا يا ابني عشان انا ما بحبش حازم فتوح. هل له حاضر يا بابا؟ من غير ما هاجمه بقى ومن غير ما اتريق على اوباما واتريق على اي حد. زي ما عمل مع شيكابالا، الموضوع سهل. الموضوع سهل، هما بقى ككبار هو وممدوح عباس والعتال والناس الناس دي، معرفش عبد الخالق ومين وادهم والناس دي كبار علينا، قلنا لهم دعوه ما رضيوش، هم بيفهموا احسن مننا. بس بعد ما رفضوا الدعوه امبارح 25 شكوى قدام النائب العام ضد مرتضى. النهارده ممدوح عباس رايح عند الرئيس وبيشتكي. حسين لبيب قاعد مع الوزير، خلي بالكم السيناريو الاسود جاي، السيناريو الاسود والاكثر سواد جاي. مرتضى منصور بيلجا لمجلس الوزراء وهحكي لكم التفاصيل. مصرين هم على عند، مصرين على عند، خليكم بتعندوا خليكم، قلنا لكم دعوه كريمه، دعوه حب والله من قلب بيحب نادي الزمالك ومن كل الاعضاء الجريء تي في اللي بيحبوا نادي الزمالك، اقعدوا مع بعض وحلوا خلافاتكم. مصرين ان انتوا تحلوا خلافاتكم في النيابه وفي المحاكم، البلد هتحط ايديها على ملفاتكم وكلكم هتطلعوا غلطانين. دي اخر كلام ومش هتكلم تاني، والمبادره بالنسبه لي انتهت بعد ما وصل الموضوع لمكتب النائب. في تعليق تاني جالي من الاستاذ ممدوح راشد، قال مساء الخير استاذنا الفاضل جريء، سعادتك كل ما في وسعك من اللحظه الاولى لتجميد مجلس مرتضى منصور. خلي بالكم من كلام الراجل ده، عشان الراجل ده متابع قناه الجريء من اول يوم للنهارده وفاهم وواعي. فبيقول استاذ ممدوح راشد مساء الخير استاذنا الفاضل الجريء، سعادتك كل ما في وسعك من اللحظه الاولى لتجميد مجلس مرتضى منصور حتى استعاد حقه وحتى عاد للنادي لكي لا تكون انتخابات النادي باطله. وقمت حضرتك بتنبيهه اكثر من مره بعدم الدخول في مهاترات تاتي عليه بقضايا جديده ولم يستجب لندائك الذي فيه مصلحته، فلا يلوم الا نفسه. اما حضرتك فكل الشكر والتقدير والاحترام على ما فعلته من اجل رفعة كيان الزمالك ومصلحته ومصلحه المستشار. لذا احني لسيادتك تقديرا واجلالا، وربنا يسعدك ويحفظك ويبارك حياتك وصحتك على هذا الجهد المبذول من عملك ووقتك، ولك مني خالص الاحترام والتقدير لشخصكم الموقر. التعليقات الجميله من الناس اللي بتفهم. على فكره كلكم بتكتبوا تعليقات حلوه، بس في ناس كده تقول لك ايه، انا فاهم، انا زملكاوي مثقف، لا انا متابع، انا مش زي الناس اللي ما بتفهمش
اللي بتدخل ترمت عليه دول المستشار، وانت قلت المستشار في ايه، انت بتغير منه يعني تخلف عقلي. ما اقولش اكتر من كده. الحمد لله انت لنا مبدأ واحد، بنقف جنب المظلوم، المظلوم لما بيرجع ويتولى مكان السلطة بنقول له اوعى تنسى اللي جرالك، اوعى تظلم، سيبك من المايك، سيبك من البشخرة الكدابة، اشتغل، خلي شغلك هو اللي بيتكلم عنك، خلي شغلك هو اللي بيتكلم عنك، اعمل نجاحات. ما شفناش اي حاجة غير كله كلام. في صباح اللي كان بتقول لك كلام، ما باخدش منك غير كلام، هي كده. عشان كده احنا زعلانين. انا صدمت بعد عودة المستشار، قلت ده اللي انا ضيعت السنة من حياتي معاه، زعلت ومن حق ان انا ازعل. اول ما يمسك المايك يشتم يمين وشمال، ويشتم في العضوات الفاضلات، ويشتم في العاملات الغلابة اللي بيشتغلوا في البتاع، ويتكلم عليهم كلام. صلاة ايه وحلف على مصحف ايه؟ تطعم في الناس اللي تقولك ده بيقبض وده بيقبض. انت شفت فين؟ شفت فين يا معلم المستشار ده؟ انت اتظلمت السنة. استحالة ان انت تكون حسيت بنفسك ان انت مظلوم في السنة دي، استحالة. ده الواحد نفسه يشوف المايك ده ويكسره، والله العظيم الموديك في ده. ده نتمنى المستشار مرتضى منصور ينسى المايك، ينسى العداءات، لم الناس حواليك الصدمة، تلو الصدمة، صدمة هاني زادة دي جديدة قوي. هاني زادة محترم، ده هاني زادة كان هيتسجن. هاني زادة أساس احنا بنحب مرتضى منصور وخايفين عليه. ما انا سألتكم قبل كده، في رمز ينفع نادي الزمالك غير مرتضى؟ الكل قالوا لا. طب ليه انت بقى وقعنا في الحيصه دي؟ فتحياتنا لشعب الجزائر واهل الجزائر، اهلا بيهم. ننقل على بقيه الاخبار. عبد الحميد مسيوني نجم النجوم باسيو يحتفل بعيد ميلاده 49، كل سنه وانت طيب يا باسيو. حيث يحتفل اليوم عبد الحميد مسيوني نجم الزمالك ومصر السابق ومدرب طلائع الجيش السابق، اللي كنا نتمنى نشوفه في الجهاز الفني ولكن للاسف ما شفناهوش. وانا مش شايف، انا شايف الاثنين اللي اشتغلوا دول مش احسن من عبد الحميد بسيوني ابدا ابدا. عبد الحميد بسيوني بيحتفل باليوم بعيد ميلاده 49، من مواليد 15 ديسمبر 72 بمحافظه كفر الشيخ. الله يحفظك يا صاحبي. بمحافظه كفر الشيخ، لعب بسيوني الفريق كفر الشيخ بالدرجه الثانيه، واظهر موهبه كبيره في مركز راس الحربه، لكنه ظل مغمورا بالدرجه الثانيه حتى التقطه نادي الزمالك في الصيف 97 باستخدامه لهداف دوري الدرجة الثانية وقتها. في أول موسم لعبد الحميد بسيوني في صفوف نادي الزمالك فاجأ الجميع وحجز مركزا أساسيا، وحصل على لقب هداف الدوري برصيد 15 هدف موسم 97-98. ظل بسيوني أحد أهم الأسماء المهمة في القلعة البيضاء، وحقق 4 بطولات مختلفة: دوري مصري، كأس مصر، أفرو أسيوي، كأس الكؤوس الإفريقية، وسجل اهداف كتيره جدا جدا في زمن كان صعب فيه الهدف. بعد كده راح الاسماعيلي وسجل 21 هدف في موسمين في الدوري المحلي، وهدف في ضد كايزر تشيفز، ولم يجد التقدير المناسب للاسماعيلي وقتها بعدما استغنت اداره الدرويش عنه ووضحت به مثل اداره الزمالك. لعيب كبير وانسان محترم وشخصيه فوق الوصف، فوق الوصف. كنت اتمنى ان انا شوفوا شغال في الزمالك. دخل مجال التدريب وابتدى مع حلمي طولان في حرس الحدود، يعني ابتدى كلاعب ثم بعد كده اشتغل مدرب في عدة أندية، حقق 4 بطولات عسكرية. يعني تاريخه كله مشرف، تاريخه كله مشرف. عشان ما اطولش على حضراتكم، اخر حاجة انه نجح في قيادة طلائع الجيش للفوز على الاهلي بركلات الترجيح في كأس السوبر المصري 2020. نفسي اشوف عبد الحميد بسيوني مدرب نادي الزمالك المستقبل. مش عارف، في كلام بس عايز حضراتكم تاكدوا لي صح ولا غلط، ان الفيلم بتاع شحاته ابو كف عن قصه عبد الحميد بسيوني اللي عمله طبعا باقتدار نور الشريف الفنان الزملكاوي ولاعب الزمالك السابق المرحوم نور الشريف، فيلم شحاته ابو كف، ما اعرفش كان اسمه ايه، بس انا بنفتكر دايما الفيلم ده بشحاته ابو كف. هل هو فعلا واخد من قصة عبد الحميد بسيوني؟ اللي عنده المعلومة أكيد هيقولها. لا مش علي خليل، لا غريب في بيتي. برافو السحنان، غريب في بيتي. أنا سمعت بس مش متأكد معلومة.
هو فيلم لذيذ، على نور الشريف فنان كبير وكان لاعب في الزمالك وحاجة جميلة، سمى سيوني أبو كف. طيب خلينا نضحك شوية، خلي قص علي خليل، علي خليل ما اعرفش، نبقى نسأل اللي كتب في كلام كده وكده وكده وكده، ولكن مع عبد الحميد بسيوني حاجة جميلة قوي 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 قوي. عارفين انا حضرت قصة لاعب، لو مش عارف مين يفتكر اللاعب ده، اسمه محمد جابر، اصل نور الشريف اسمه اصلا محمد جابر اسمه الحقيقي، بس تفتكروا ان في لاعب لعب في نادي الزمالك موسم واحد اسمه محمد جابر؟ مين الشاطر اللي يفتكر اللاعب ده؟ اه غريب في بيتي. تمام، مين يفتكر لاعب اسمه محمد جابر كان بيلعب في احد فرق الاقاليم، اعتقد في شبين، جمهورية شبين، وهو بيلعب هناك كان بهدل الاهلي والزمالك وجاب فيهم اجوان، وبعدين اشتراه الزمالك، لا مش بتاع الاتحاد السكندري، محمد جابر، لا واحد تاني كان هداف وكان جسم، عارفين رونالدو بتاع، برافو الاستاذ انطون بتاع جمهورية شبين، جسم وعضلات، على فكرة هو كان صديقي وكنت يعني كنت معاه في فترة انتقاله للزمالك، بس انا عايز اقول حتة بس مهمة يعني، عشان كده اللاعب ده كان ممكن يكون هداف مصر التاريخي، كان يمكن يكون هداف الزمالك التاريخي، لاعب كبير وموهوب وبيعرف يجيب جوان من اي حتة، من اي حتة، بس بقى راح الزمالك من هنا، راح الزمالك هو نجم كبير خلي بالكم وهداف ومكسر الدنيا، راح الزمالك من هنا، افتكروا بقى انتوا ايه الفيلم بتاع شحاته ابو كف عملوا فيه ايه عشان يبطلوا كرة، وبطلوا كرة، مش هقول طبعا عشان ايه دي اسرار بيوت، بس عشان تعرفوا ان في ناس مافيات بالفعل، حاجة لو شفتها بالفعل في الاندية الكبيرة وكده، بيبقى هدفهم ان هم يخلصوا على المواهب الكروية. نكمل مع بعض النهاردة، بعد ماتش مصر وتونس الكابتن فرجاني ساسي وجه رسالة إلى الجماهير المصرية، فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس ولاعب الزمالك السابق، وجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد خطأ عمر السولية، أو عمرو السولية قائد مصر، وتسجيله في مرماه هدف ليهدي نسور قرطاج التأهل، فاز منتخب تونس على مصر بهدف دون رد على ملعب 974 في العاصمة القطرية. ساسي قال مباراة كبيرة بين المنتخبين، حصلنا على فرص أكثر في الشوط الأول والشوط الثاني، تحسن منتخب مصر خاصة في أول 20 دقيقة وانصفتنا الكرة بهدف قاتل في آخر لحظة، وهذه هي كرة القدم، ضغطنا كثيرا في الشوط الأول وحاولنا في الشوط الثاني لعودة اللقاء، فنحن نعرف قيمة منتخب مصر، وتصورنا أن منتخب مصر سيضغط بقوة في الشوط الثاني وحاولنا عدم استقبال الأهداف، وأصبحت المباراة 50-50. عن هدف السولية قال عمرو السولية لاعب كبير وقائد منتخب مصر، ولكن هذه هي كرة القدم، حاول يخرج الكرة لكنها جاءت في المرمى وهذا خطأ عادي، والشعب المصري يفهم كرة القدم ويعرف أن هذا الخطأ يحدث. كلام جميل وكلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه، عجبني أن هو قال الكلام ده اليوم عشان الناس ما تسنش السكاكين للسولية. سولية لعب في الأهلي، ومش لازم ان احنا نذبح ولادنا يا جماعه. يا اهل الخير، انا دايما مش مؤمن بعمليه ذبح ولادنا دي، حتى لو كان لعب في الاهلي، انا شايف ان في اخطاء للجهاز الفني، اخطاء للجهاز الفني. خلينا نذهب شويه كده لاخونا الاستاذ جلال مسلوسي في تونس، نبارك له اولا بفوز منتخب بلاده، فوز مشرف طبعا، ربنا يوفقهم في النهائي، ونسمع هو ايه رايه في المباراه والتفاصيل وماذا عن احتفالات الجانب التونسي. نسمع رسالة الكابتن جلال المسلوسي، والكابتن جلال على فكرة قام وقيمة في تونس على فكرة يا جماعة، احنا بنشرف ليه كأحد قيادات قناة الجريدة. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته، تحية للجميع ولكل المتابعين الأوفياء لقناتنا العزيزة والمفضلة. اليوم درت كما تعلمون يعني مباراة تونس والمنتخب المصري في الدور النصف النهائي لكأس العربية بقطر، ويعني دخل الفريقان يعني ربما في الشوط الأول كانت مصر رابضة نوعا ما اللعب، فكانت يعني سيطرة ميدانية نقول بالنسبة للشوط الأول على رداحات الشوط الأول، وكانت عديد المحاولات وخاصة يعني استحواذ الكرة. كنا ننتظر في الشوط الأول وأن المنتخب المصري يكون أخطر، لكن المنتخب المصري كان متأخر إلى الوراء وأغلق كل المنافذ وخاصة الأروقة على اليمين واليسار، يعني نقطة قوة المنتخب التونسي. كذلك أحكم المنتخب المصري يعني الحصار على نقطة قوة المنتخب التونسي المتمثلة في المساكني والجزيري. ربما الجزيري لم يظهر بالشكل لأنه كان يعني محاصرة شديدة ولصيقة، كذلك نفس الشيء بالنسبة للاعب المساكني كان محاصر، يعني كل ما اللاعب المساكني يتحصل على الكرة إلا ونشاهد ثلاثة أو أربع لاعبين يعرفوا أن نقطة القوة في الهجوم التونسي هي المساكني والجزيري. يعني المنتخب المصري نجح دفاعيا، ولما نقول يعني سيطرة ميدانية، المنتخب التونسي تحصل على عديد الكرات الثابتة خاصة الركنيات، يعني سبع ركنيات مقابل ركنية واحدة بالنسبة إلى المنتخب المصري. في الشوط الثاني تحسن المنتخب دور يعني المنتخب المصري، صار يخرج هناك نوعا ما من الخطورة، كان ممكن يسجل هدف يعني عن هناك خطأ يعني دفاعي قاتل من مدافع المنتخب التونسي، كاد يستغل المنتخب المصري وأضاع افتتاح النتيجة ب يعني صفة غريبة. في الوقت البديل يعني مخالفة، ويعني المدافع المصري ضد مرمى سجل الهدف، يعني ترشح المنتخب التونسي إلى الدور النهائي. وبالنسبة للمنتخب المصري يعتبر يعني اكتشاف لوجوه جديدة ولاعبين جدد ربما ينضمون إلى المنتخب الأول، والمنتخب المصري فريق ممتاز أدى دورة ممتازة وممتازة جدا. خطأ من مدافع يسير يعني لا خطف يعني خطأ دفاعي يسير يعني في كرة القدم لا يجب يعني تحميل السولية يعني سبب الهزيمة، يعني الخطأ وارد في كرة القدم. عدى دورة يعني ممتازة، دورة عربية ممتازة اللاعب السيرية، لا نقص على هذا اللاعب. الوصول إلى الدور النصف النهائي يعتبر يعني مكسب للمنتخب المصري. بالنسبة للمنتخب التونسي يعني يكن كل الاحترام والتقدير إلى المنتخب المصري، وكلنا إخوة. مبروك لتونس، هارد لك المنتخب المصري، هي يعني بطولة عربية أحسن تحضير إلى المباريات القادمة المهمة، منها تصفيات كأس العالم ومنها يعني تصفيات كأس إفريقيا. ويعني هذه البطولة العربية يعني كل الفرق استفادت منها، خاصة المنتخب التونسي ليس بالمنتخب الأول، ينقصوه سبعة لاعبين محترفين يعني من طراز عالي. اكتشفنا وجوه جديدة كمثلا لاعب مانشستر يونايتد، أصغر لاعب في الدورة 18 سنة لم يكن أساسي في المنتخب التونسي، الآن يعني هناك تفكير إقحامه يعني كأساسي لأنه فرض نفسه هذا اللاعب رغم صغر سنه. يعني هذه حوصلة عامة للمباراة. يعني هزيمة المنتخب المصري يعني كان لابد من يخرج فريق إما المنتخب التونسي أو المنتخب المصري، هي أحكام كرة القدم. كنا نتمنى ربما أن نكون في دور نهائي، لكن هذه هي أحكام الكرة فقط. كان يعني هناك احتجاج نوعا ما على الجماهير التونسية، لأن اللجنة المنظمة بعت يعني التذاكر إلى جماهير تونس يعني بقرابة 70 دولار. يعني سؤال والله العظيم،
محير، هل يعني المشجع التونسي هو إسرائيلي يعني تباع له يعني التذكرة بسبعين قرى بسبعين دولار؟ يعني عيب، عيب، هذا عيب. يعني أجيال التونسيين الموجودة في قطر هم يعني ناس عمال، يعني ظروفهم ربما بالمادية ليست يعني بأنك تتشمت بالبعثة التونسية تبيع لوتيكي يعني يعني تباع التذكرة بسبعين قرى بسبعين دولار. المهم هذا ما لدينا اليوم، تحية للجميع، وفي انتظار يعني المباراة التي تجري الآن بين المنتخب الجزائري والمنتخب القطري كتونسيون نتمنى فوز المنتخب الجزائري. سهرة طيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله انتم محترمين يا استاذ جلال، كابتن جلال، بنشكرك جزيل الشكر وبالتوفيق لمنتخب تونس. احنا بقى هنشجع منتخب تونس في النهائي، في النهائي مهما كان الطرف الثاني، لانكم محترمين وده شيء رائع وشيء جميل ما اقدرش اقول حاجه عنه. بنشكر الكابتن جلال المسلوسي وبنبارك له للفوز الكبير اليوم للمنتخب التونسي. تستحقون الفوز، وهذه كلمه حق، واحنا نستحق كروش، انتوا تستحقوا الفوز واحنا نستحق كروش وضياء السيد وخالته ام احمد اللي كان بيعترض على الحكم النهارده، مش عارف اسمه ايه، يعني اكتبوا الله فوق الجميع وان شاء الله ربنا هيخلصنا من هذه الاصناف اللي تدير الرياضه المصريه. النهارده في حاله بكاء وعويل في النادي الاهلي بسبب قصه اصابات اللاعبين، انضم الى مستشفى المصابين في النادي الاهلي صلاح محسن لاعب الفريق ومش هيلعب السوبر الافريقي، تاكد غيابه بسبب الاصابه في الاعضاء الخلفيه. كمان علمنا ان الجهاز الفني الاهلي اتصل باللعيبه في مباراه مصر لعبه الاهلي وقال لهم خلي بالكم من الاصابه. ده بيرجعني السؤال اللي انا سالته في الاول بساله تاني وهعيده ثالث ورابع، هل مصلحه الاهلي اهم مصلحه مصر؟ كل الشغل اللي بيضغطه الاهلي من اجل الغاء البطوله الافريقيه، هل مصلحه الاهلي للدرجه دي؟ انت رايح تلعب ماتش وراجع، ده عندك اهم من مصر؟ الاتصال باللعيبه، تتصل باللعيبه وتقول لهم خلي بالكم واهتموا مش عارف ايه وبتاع، عندكم اهم من مصلحه مصر؟ على فكره الكلام ده برضو مش كلامي، ده كلام سفير مصر في الكاميرون هقول لكم عليه بعد قليل، لانه الراجل متضايق يقول. طبعا استاذ مدحت المليجي شخصيه جميله وصديق محترم من الاصدقاء اللي بعتز بيهم في المجال الدبلوماسي، يعني هو الان بيتولى منصب سفير مصر في الكاميرون، قال كلام مهم قوي النهارده عن كاس الامم الافريقيه، قال ان هي هتقام في موعدها بدون تاجيل، وقال ان الكاميرون على اتم استعداد لاستضافه بطوله الامم الافريقيه والمنتخب سيلعب بكامل نجومه، هذا الملف شائك وليس من مصلحة أحد التحدث فيه، لكن الموضوع أكبر من جاهزية الدولة البطولة، هناك لجان في الكاف تتابع الموقف عن قرب، والأقرب أنهم سيؤدون قرار إقامة البطولة في موعدها. وقال التعليق الوحيد على جاهزية الكاميرون للأمم أفريقيا كان على ملعب أولمبي الذي يحتضن المباراة الافتتاحية، وقال أن المنتخب الوطني سيلعب بكامل تشكيله وسيتم التوصل لاتفاق وحل الأزمة، أزمة الأهلي، في الوقت القريب. وقال أن أهلاوي، لكن حينما يكون هناك مفاضلة بين مصلحة الأهلي ومصلحة المنتخب فبالتأكيد سيتم تفضيل مصلحة المنتخب. كلام جميل وكلام معقول، ما نقدرش نقول حاجة عنه، مصلحة مصر أهم. أتمنى الناس المحترمة في النادي الأهلي تركز في الموضوع ده، أصل طول ما أنتوا بتبصوا تحت رجليكوا هتتدبوا وهتقعوا على وشكوا، فكروا في مصلحة البلد، يعني شوية وطنية، بس شوية وطنية بجد، مش وطنية على الميكروفون، وطنية بجد. والوطنية أفعال مش أقوال، ما نقعدش نقول احنا مش عايزين نتخانق مع هنا ونتخانق مع هنا، واحنا تصرفاتنا ما فيهاش وطنية وكلامنا وحركاتنا ما فيهاش وطنية. يعني الرجال مواقف وأشباه الرجال ما لهمش مواقف، بيتكلموا بس، الرجال مواقف، اما اشباه الرجال فهتلاقيهم بيتكلموا كتير على الفاضي. عيب يا اهلي وعيب يا ناس يا اللي بتتكلموا كتير ان انتوا ما تفكروش في منتخب مصر وتفكروا في مصلحتكم. ورساله للكل، الرساله لاي حد بيتكلم بس انه ما يتكلمش كتير.
ندخل على أخبار الزمالك اليوم، أخبار نادينا العظيم، أجمل نادي في الكون وأجمل جمهور في الكون. الاتحاد المصري لكرة اليد أبلغ نادي الزمالك اليوم بمواعيد ماتشو أو مباراة القمة مع النادي الأهلي، حيث حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 17 يناير المقبل موعد انطلاق المرحلة الثانية من دوري المحترفين بدلا من يوم 10 فبراير، نظرا لتأجيل بطولة أمم أفريقية للكبار إلى أجل غير مسمى، وده موضوع نتكلم فيه بعدين. وقالوا كمان إن الجولة الأولى هتشهد مواجهة بين الأهلي وسموحة والزمالك مع البنك الأهلي وسبورتنج مع طلائع الجيش، والجولة الثانية هيبقى في ماتش بين سموحة والزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلي وسموحة مع طلائع الجيش مع البنك الأهلي. النهاردة في خبر سعيد، هو يا ريت اكتبوا الله فوق الجميع، واي حد بيكتب مواضيع بيحاول يلهيكوا انسوها خالص، دايما نكتب الله فوق الجميع. الزمالك فاز ببطولة كأس مصر في الترامبوليون، دي اعتقد دي احد حاجات في الجمباز او الجمباز الايقاعي حاجة زي كده، احدى بطولات الجمباز اسمها ترامبوليون، حيث تمكن فريق جمباز الزمالك للناشئين من تحقيق 44 ميدالية تنوعت بين 19 ذهب 11 فضة 14 برونز. ال 44 ميدالية من أصل 47 ميدالية للبطولة كلها. أبطال الزمالك من مواليد أو المراحل السنية 10 و11 و12 و13 بنين وبنات اكتسحوا البطولة وخدوا النسبة الأعلى من الذهب، 9 ميداليات ذهبية حصل عليها ريام وليد وفاروق، ريام وليد فاروق وإميلي إيهاب وخديجة حاتم ورباس شريف ويارا علي عصام وريجان محمد وكرمة محمد مصطفى ولجين أحمد، وأساميهم حلوة قوي. بينما كانت الفضية من نصيب جاني عماد والبرونزية من نصيب لجين كريم وجايدة محمد ناجي، الأسامي بتاعتهم كلها جامدة، ريام، إيميلي، لجين، جيني، لجين تاني، جايدة، يعني حاجة في الليل. عايزين حد يترجم لنا معاني الأسماء دي في اللغة العربية. كمان فريق الرجال من نفس المرحلة العمرية اللي هم 2012 حصل على ميداليتين ذهبيتين من نصيب أحمد محمد السيد وعلي هيمن عبد العال، بينما حقق محمود خالد الفضية. مواليد 2011 بنات كانوا في الترتيب التالي من حيث الحصول على الميداليات الذهبية، حصدنا 6 ذهبيات وكانت من نصيب هلا طارق وهلا عمرو وربا منصور ولما هيثم وليلى أحمد جلال، ليلى أحمد جلال إبراهيم حلوة دي، وهنا كريم أمين، بينما حصلت كل من ريتاج محمود وفريدة حازم على الفضية، وكانت البرونزية من نصيب فريدة حازم علي مصطفى. الرجال من نفس المرحلة العمرية حققوا ميدالية ذهبية لمحمد أحمد، بينما حقق من لؤي محمد السيد وملك محمد خيري وياسين محمود الفضية، وذهبت البرونزية إلى ياسين أسامة وإبراهيم محمد السيد. تفوقت الصبيان على البنات في مرحلة 2010 وحصد الذهب كريم إبراهيم ومصطفى حسام فوزي، وفي البرونز حمزة ياسر، ولم يشارك أياد تامر وأثر أسامة للإصابة. نتائج رائعة لهذه الفرق تحت قيادة الجهاز الفني بعد عدة أشهر من الانقطاع. رئيس الجهاز الفني لهذه اللعبة في نادي الزمالك أبو العيلة محمد إبراهيم، ويتولى تدريب قطاع الأولاد إسلام أبو العيلة، بينما تتولى تدريب قطاع البنات أحمد أبو العيلة، بالإضافة إلى مدحت عبد القادر المدير الإداري وعصام محمد عبد الهادي إداري، والمدربين يوسف عاطف وعمر زايد وفرح وافي ومحمد عماد وفادي وافي ومحمد عادل وكريم حازم وأيمن أمجد وأسامة محمد عبد المنعم. قام بتسليم المدريات في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك. دي أخبار حلوة من جوه أولادنا نادي الزمالك، شيء حلو وشيء مشرف، وبالتوفيق ليهم. اللاعب والتر هودج اللي اتكلمنا عليه من يومين اللي هو بيغالي في طلباته المادية، صارت إشاعة إنه رايح النادي الأهلي لكرة السلة،
فالنهارده عمل تصريحات فيها وقال انا اديت دوري مع الزمالك ولكن ليا مستحقات ماليه الزمالك مش عايز يدفعها لي، لو الزمالك عايزني ارجع اول حاجه قبل ما يفاوضوني يدوني المستحقات الماليه المتاخره. كويس الراجل ده ما راحش لمحكمه الكاس، استاذ محمد فاضل دلوقتي هيضحك علينا في الحاجات اللي بتحصل دي، هيقول لك حتى في كره السله ما بتدفعوش الفلوس. قال كمان انه النادي الاهلي ما بيفاوضوش ولا فاوض، ولكن هو علاقته كويسه مع المدير الفني اوجستي اللي كان بيشتغل في الزمالك وهم على تواصل دايما مع بعض، بس اوجستي ما عرضش عليه قال له تعالى الاهلي ولا اي مسؤول من الاهلي اتعرض عليه، بس اوجستي قال له الناس في النادي الاهلي محترفين وبيشتغلوا شغل باحتراف وبحصل على رواتب مكافآتي في الوقت المظبوط. بحصل ده اوجستي بيحكي له على الاداره الاحترافيه في النادي الاهلي. خلي بالكم الكلام عشان الكلام مهم. اوجستي بيحكي اللاعب كره السله هوجج ده اللاعب الكبير ده اللي فرق مع الزمالك جدا في الموسم الماضي وبيقول له انا شايف ان اداره الاهلي اداره محترفه بيدوني اللي انا عايزه، بحصل على مرتبي وفلوسي في الوقت المحدد بدون اي تاخير. طبعا عن نادي الزمالك حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، اظن مش محتاجين ان احنا نقارن. الكابتن مدحت عبد الهادي وامير عبد العزيز مجاهد بداوا بالفعل العمل اليوم في الجهاز الفني المعاون الفرنسي باتريس كارتيرون اللي حضر التدريبات، بيقول ان هم كانوا موجودين ولكن زي تيهين كده، ما تحسش ان الجهاز الاجهزه الفنيه شغاله مع بعضها. يعني انت عايزهم يبقوا موجودين اهو موجودين خلاص خلص الكلام. يعني كارتيرون تعامل مع الموضوع بذكاء شديد جدا مع مرتضى، عدلوا المشكله. هو كان المستشار مرتضى بيتخيل انه يوم ماشي خلاص خليه ينزل الملعب مش مشكله، بس الغريب ان امير مرتضى حتى الان ليه ما بينزلش الملعب وليه ما بيزودش مهامه، دي حكايه وروايه لازم نفكر فيها في الفتره الجايه. النهارده كان في مران للزمالك منح خلاله الجهاز الفني بقياده كارتيرون لطارق حامد راحه اضافيه من التدريبات الجماعيه. التدريبات اقيمت على ملعب حلمي زموره او عبد اللطيف ابو رجيله او ملعب الزمالك، قول زي ما انت عايز. كمان كان في تدريبات في صاله الجيمنازيوم، خاض مع محمد عواد ومحمد ابو جبل والسيد عطيه ومحمد نديم ومعاذ علاء حراس المرمى تدريبات قويه تحت قياده البرازيلي اوليفيرا مدرب حراس الفريق، وخصص مدرب حراس الفقره لتدريب الخماسي على التصدي للتسديدات. الزمالك بيستعد لماتش مهم مع المقاولين العربي 21 ديسمبر الجاري في الجوله 7 لمسابقه الدوري. كان لعب ماتش مع بيونير ولعب ماتش مع الرائد السعودي، يعني نقدر نقول كده ان استعدادات الزمالك ضعيفه وسط كم كبير من المشاكل وتاخر مستحقات اللعيبه، ما فيش حد خد مرتبه غير كارتيرون فقط لا غير. كارتيرون عمل فقره للعيبه اللي ما لعبوش الماتش مع ضيوف السعوديين امبارح، عمل لهم فقره شد عليهم في التدريبات شويه ماتش الرائد السعودي. النهارده على فكره الرائد السعودي كان بيلعب ماتش مع الاسماعيلي وانهزم 5-0. الكابتن حسين السيد الذي وجهت له اتهامات شديده في الفتره الماضيه من بينها تطفيش لعيبه، من بينها ان ابنه بيلعب في النادي، من بينها صدر قرار من مرتضى منصور بتحويله للتحقيق. فكان عليه الرد، والرد بيقول ايه؟ قال فيه إنه لا يعشق الشو والبروباجندا، موضحا إنه جاهز للخضوع للتحقيق بشأن المخالفات التي يتهم فيها مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي. أنا جاهز للتحقيقات بشرط أن يكون التحقيق في النيابة العامة وليس تحقيق داخلي. طمنونا على وصول الصوت بكتابة الله فوق الجميع، وأرجو رفع اللايكات شوية عشان إحنا داخلين على الموضوعات المهمة. طب من الصوت، طب تمام، والاخوه اللي ناسين اللايكات وقاعدين يا ريت يرفعوا اللايكات. انا ملاحظ ان في ناس عايزه تقفل الحلقه بتاعتنا وتخلي الناس تروح تتفرج على الماتش. تهب نقف شويه ونروح نتفرج على الماتش يا استاذ احمد عبد الحميد؟
ونسيبنا. انا هكلمه دلوقتي طبعا، هتلاقيه ما بيردش، اكيد هو مش سامعنا، بس هو بيغلوش على طلبات الجريء وبس. يلا الناس يعمل لايكات، يعمل لايكات عشان نزود، او نعمل بمبدأ الاستاذ احمد عبد الحميد، يلا طفشوا الناس من قناة الجريء وخليهم يروحوا يتفرجوا على الماتش. بقينا فجأة بتشجع الجزائر فجأة. وحشنا يا استاذ اشرف. حسين السيد قال معلومة مهمة جدا، الماتش خلص. طب عمال تكتب ضربة جزاء ضربة جزاء، في ايه بس يا استاذ احمد؟ ما تخليك معانا، تخليك معاهم، اختار لك واحدة من اتنين. 2-1 لصالح مين بقى؟ لا ما بحبش اعمل بلوك، خلاص البلوك دي نعملها الناس قلة الادب. احنا بنتكلم دايما وبنقول التصريحات عشان نفهم ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي بيحصل هناك. اه بس ما يقعدش يشغل الناس كل شويه ان هو عايز يخلي الناس تسيب القناه وده. يعني بقت ملحوظه لبعض الاشخاص بالاسم، ان هم بيحاولوا يا اما يطفشوا ناس من القناه، يدخل في معارك معاهم، يا اما يحاول يوجهك. اه دلوقتي برنامج كذا بيقول كذا كذا، الاخ فلان طالع مع فلان دلوقتي بيقول كذا كذا. يا سيدي والله لو واحد طالع انا هحترمه وهقول له احلى الاخبار اللي ما بسمعهاش من اي حته، لو واحد بس، وبصر رغم تعبي ورغم ارهاقي ان انا اكون معاه، لان في ناس افاضل موجودين، افاضل وعارفين ان انا بحبهم وبعشقهم بالاسم، افاضل محترمين شرفاء، فتني معاهم لاخر لحظه. نكمل مع بعض. ربنا يخليك يا ماما نجاة، ربنا يخليك، ربنا يخليكم جميعا كل المحترمين اللي كتبوا. فحسين السيد بيقول انا جاهز للتحقيق، خلي بالكم عشان الكلام مهم قوي، انا جاهز للتحقيق بشرط ان يكون التحقيق في النيابه العامه وليس تحقيق داخلي. اذا هي دعوه من حسين السيد ان التحقيقات اللي بتتم دي تتحول للنيابه، ودي دعوه من قناه الجريء قلناها كذا كذا مره. مش عايزين نغلوش. فين الكلام بتاع المستشار مرتضى بتاع الرقابه الاداريه؟ فين وفين وفين؟ على فكرة احنا تواصلنا مع الرقابة الإدارية، والرقابة الإدارية يمكن في خلال أيام قليلة هنبقى إحدى المصادر اللي بتعلن أخبارها يوميا، وهنكون احنا كمان إحدى المصادر اللي بتديها المخلفات يوميا. في اتفاق هيتم بشكل مشرف بين مؤسسة الجريء الإعلامية وبعض الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها التي لا داعي ان احنا نحكي عليها على المايك، ومع الرقابة الإدارية، وإن شاء الله هنحاول على قد ما نقدر إن احنا نكون مصدر المعلومات هتفيدكم بشكل يومي من الرقابة الإدارية، وإحنا كمان هنفيدهم برضو في ملفات الفساد الموجودة في الرياضة المصرية وفي نادي الزمالك على وجه الخصوص. فكلام حسين السيد عجبني، إنه بيطالب بالتحقيق يبقى في النيابة، وأنا بدعوه إن هو كمان يروح النيابة ويقول يا جريان نيابة أنا بقدم بلاغ، أنا متهم بكذا كذا وعايز أبرئ ذمتي. مستشار اسواني ممكن يقول لنا ده من حقه ولا مش من حقه. لكنه قال كلام مهم كمان، قال التحقيق في انا مطالب، حسين السيد بيطالب بالتحقيق في المتسبب في قضايا كل من حسام اشرف وداكوستا مساعد باتشيكو وباتشيكو نفسه وجروس ومساعده ومعروف يوسف ونادي مارتيمو البرتغالي وسبورتنج لشبونه وحميد احداد. هو مين يا جماعه المتسبب في كل القضايا دي اللي حسين السيد بي 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 بيلقح عليها؟ الله اعلم، النيابه اكيد هي هتعرف وتقول. فهو بيقول كده معنى كلامه ان هو مش هيروح في الميعاد بتاع التحقيق بتاعه في النادي، وانه بيطالب النيابه اللي هي تحقق، وعايز النيابه كمان تحقق مع متسبب في قضايا حسام اشرف داكوستا مساعد باتشيكو وباتشيكو نفسه وجروس ومساعده ومعروف يوسف ونادي مارتيمو البرتغالي وسبورتنج لشبونه وحميد احداد. ربنا يخليكم يا اصل الخير كلكم، ربنا يخليكم. وتابع قال ان هناك 12 مخالفه اتذكرها كلفت النادي 275 مليون جنيه، من المتسبب فيها؟ هذه المخالفات حاولنا حل بعضها، واتوقع ان يكون هناك عقوبات اخرى في المستقبل قد ترتد لتواصل ايقاف في القيد. ربنا يستر، ربنا يستر. اختاري بالتحقيق في الزمالك تهريج، وخلال عملي كنت اشتغل لصالح الزمالك، ولا بد ان يعمل كل الاطراف لصالح الفريق. ونفى حكايه قيد ابنه في النادي،
فقال ازاي اقيد نجلي في النادي وهو موقوف عن القيد. لدي 22 لاعب تم اعارتهم للانديه. نجلي كان يلعب في وادي دجله ومنتخب الشباب ويلعب في احد الانديه، ولن افصح عن النادي الذي سيلعب له في يناير القادم. سئل هل ابنك هينتقل للاهلي؟ وقال لي لا، كره القدم لعبه احترافيه وابني ينتمي للنادي اللي هو عايزه. برضو انا مش هقدر اقول رايي في كلامه، ولكن انا عاجبني ان كلهم يروحوا النيابه، والنائب العام كده عرفنا مين الحرامي، من مين النصاب، من مين اللي بيتكلم، من مين اللي بيرمي الاتهامات. والله الحقيقة تعبنا ان احنا مش قادرين نعرف الحقيقة، كله بيرمي على التاني. كلام كتير قالوا عن موضوع الناشئين وعن القضايا بتاعت الزمالك وخسائر الزمالك، بس عاجبني ان هو بيتكلم باحترام طبعا، لا بيسب ولا بيطعن ولا بيلعن، بيقول عايزين نعرف الحاجات دي تروح النيابة والنيابة تتحقق، وده كلام محترم. نيجي الاخ احمد شوبير، زي ما قلنا في بداية البث وسألتكم، حد سمع عن الشاب مرتضى منصور بيوجه حتى اللوم لاحمد شوبير؟ ما سمعناش. ايه شوبير بقى قوي قوي كده؟ لا، شوبير بقى عندنا احنا يجي ويقف ويضرب تعظيم سلام، لان فضايحه ماليه النت، ولو حبينا نسجل النزاع في اي وقت هنذيع، ولو حبينا نتكلم هنتكلم، واحنا ما بنخافش، واحنا مش تبع حد ولا ضد حد، احنا بس مصلحه الزمالك مهمه عندنا. فعندما لا يستطيع مرتضى منصور ان يدافع عن الزمالك في مثل هذه الاشياء، احنا هندافع. احنا هندافع بقوه، بنقول لشوبير لم نفسك. لا رئيس النادي بتاعنا قط، ولا المدير الفني فار، احنا ما بنحبش كارتيرون، بس ده موضوع بيننا وبين كارتيرون. انما انك تشبه المستشار مرتضى منصور بانه قط وكارتيرون بانه فار، اكنهم ميكي ماوس، القصه بتاعت ميكي ماوس تقريبا، انا ما اعرفش اسمهم ايه، توم وجيري، فده عيب. ولما نقول لك عيب المرة الجاية لو اتكرر هزيع هزيع، مع انها حاجات عيب طبعا، وهنقول السيدات الفاضلات اطلعوا بره على منزيع، بس هنضطر نزيع. بقول لك ايه، احنا بنفكر نعمل الجريء كوميدي بجد، والله احنا طرحناها امبارح في نهاية البث، ما نخلي الجريء كوميدي على شوبير بس، وكل يوم نطلع كده وراه ونعمل ونقول. فلم نفسك لرئيس النادي، اذا كان رئيس النادي حد قال له ما تدافعش عن نفسك قدام مرتضى منصور، ففي رجال في الزمالك يقدروا يدافعوا عن مرتضى منصور. هو مش قطه، هو اسد. وكارتيرون بالرغم من بلاويه وما بنحبوش، بس ده برضه كارتيرون بيشتغل في الزمالك، وطول ما اسمه مرتبط باسم نادي الزمالك مش هنسيب لحد من اي حد مره نتكلم عليه. احنا بقى نقول عليها زي ما احنا عايزين، نقول ده حاجه تخصنا، ما تخصكش انت يا شوشو هبه، يا شوشو هبه. كفايه كده النهارده ونكمل بعدين. واتمنى المستشار مرتضى منصور بدل ما يطلع في معارك جانبيه مع رجاله الزمالك الشرفاء، يطلع لنا مره بس في فيديو عن شوشو، مش اكتر ولا اقل. المهم عجبنيش والمني ما عجبنيش والمني ان هو بيتريق على المستشار بهذه الطريقه. في واحد اسمه محمد اسامه عنده بنت اسمها رهف، بيقعد يتنطط في الصفحات والجروبات وكده، وبيجي عندنا ساعات، بس هو معمول له حظر، فلما بيكتب محدش بيشوفه، بس انا بقول لكم لو شفتوه في اي حته قولوا له يا حبيبي قناة الجريء ما حدش بيضحك عليها، واللي بعتك عشان تقول كلام لقناة الجريء انت وهو هتروح السجن قريب، والله العظيم هتروح السجن قريب يا ابو رهف. وايه، استنى بقول لكم اسم، واحد بعته يستهبل على قناة الجريء. طب احنا بعتنا الحاجات اللي انت بعتها يا ابو رهف الى مكتب النائب العام، فانت وصاحبك هتروح السجن قريب، ممكن صاحبه ده يكون قيادي في نادي الزمالك، خلي بالكم يعني احنا ما بيهمناش هو راح فين داهيه. يلا عشان ما نضيعش وقت، هو اصلا ما يستاهلش، هو اصلا واخد طرد وما بيظهرش. شكله ايه ده؟ شكله هبل. استاذ عزيز تكتب لك، مش عارف اهبل وامه عارف حاجه زي كده، اكتبها تاني يا استاذ عزيز والنبي. ها
اه والله نكمل اخبارنا عشان في كلام حلو. الصوره اللي قدام حضراتكم دي صوره مين؟ يلا يا شاطرين، مين هيقول الاول؟ الصوره اللي قدام حضراتكم صوره مين؟ ابو محمد اسواني بيقول لك شوشو مسنود. انا بعتقد كده، بعتقد ان هو في الفتره الاخيره دي في حد سنده قوي، داخل في حزب مش عارف ايه، وخد النادي بتاع حزب ايه، وبيطلع وقت ما هو عايز، حاجات كده يعني. شيكا حلو قوي. شيكا فين؟ صورة شيكا فين؟ ها شيكابالا وصورة الزمالك. شيكابالا اللي قلنا عليه خط احمر، اللي قلنا حد اللي يعاديه احنا بنعاديه، عشان بس تفتكروا، بفكركم بحاجات كده عشان تعرفوا لما حد بيطلع يتكلم على قناة الجريء، لان قناة الجريء قناة شريفة السعودية. برافو عبد الحليم، برافو عليك استاذ عبد الحليم، قال اول واحد في السعودية. الأخوة المحترمين جدا 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 في المملكة العربية السعودية عارفين إن شيكابالا قام وقيمة، عارفين إن شيكابالا أسطورة. تم دعوته للمباراة التاريخية بين برشلونة وبوكا جونيورز في على كأس المرحوم العظيم الأسطورة مارادونا، وكان موجود، والصورة دي من المدرجات. وده يعني رد على الناس اللي كانت بتتكلم هو شيكابالا ليه ما لعبش ماتش الرائد السعودي. الاخوه المحترمين في المملكه العربيه السعوديه كانوا بيكرموا شيكابالا، عارفين قيمته. هنا بيحاربوه، وهناك بره عارفين قيمته، عارفين قيمته، عارفين قيمته، اللي بتحاولوا تضغطوا على شيكابالا. البارسا خسر مباراته اللي اقيمت في العاصمه السعوديه الرياض على كاس مارادونا، و الكرة من في العالم مش هتشوف حد تاني زي مارادونا الله يرحمه رحمة واسعة. شيكابالا كان هيحضر المباراة، وهذا سبب غيابه عن مباراة الرائد السعودي. بنشكر الأخوة في المملكة العربية السعودية على مواقفهم المشرفة من كل زملكاوي. ندخل على البهاريز، ندخل على البهاريز ونقول والحاجات دي بقى تنفرد بيها قناة الجريء، سيبكم لما تسمعوها في أي حتة بعدين، وبفتكروا لعبد الله وقولوا ربنا يديله الصحة، لأنه بيقول لنا الحاجة قبل ما يسمعها أي حد. حد علم باللقاء اللي تم بين أشرف صبحي مع حسين لبيب؟ اللقاء الذي تم بين الدكتور أشرف صبحي مع حسين لبيب عشان نعرف الدنيا ماشية إزاي، قلنا لهم اقعدوا اقعدوا مع بعض لموا المواضيع تصالحوا، بلاش نمسك المايك مع المستشار ونهبد يمين وشمال، بلاش، ما تعملش عداوات جوه يا سيدي، اعملها بره مش مشكله، خبط في الخطيب هنقف معاك، انما عمال كل يوم تخسر واحد 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 ده كتير. النهارده جالنا من قبل الوزاره اجتماع تم بين اشرف صبحي وحسين لبيب كمان في. طب الاول الدكتور محمد يحيى والمستشار الاسواني معانا جاهزين عشان نبقى عارفين برضو. وكان في شيء مهم لممدوح عباس، وكان في شيء مهم للمستشار مرتضى منصور مع مجلس الوزراء. عايزين بس الدكتور محمد يحيى موجود، مستشار الاسواني نطمن، عشان احنا قلنا هناخدهم قبل البث. انا شايف حضراتكم قابلين قبل نهاية البث، واحنا داخلين على فترة نهاية البث. استاذ احمد اسواني موجود اهو، جاهز يا اسواني بيه؟ شوف الدكتور محمد يحيى اللي عايز يكتب سؤال والمستشار الاسواني يرد عليه، يروح صفحة الجريء للاستشارات القانونية ويسيب السؤال حالا. طيب نبدأ بالدكتور محمد يحيى، يا ريت يشرفنا على زوم. هحط لكم رابط برضو اللي عايز يسأل سؤال للدكتور محمد يحيى أثناء الفقرة بتاعته. احنا الفقرة بتاخد كلها 10 دقايق، يسيبها له في تعليق في القناة دي بشرط انه يكون مشترك. لازم تشترك في الجريء الطبي وسيب تعليق للدكتور محمد يحيى هناك. هذا هو الرابط اللي عايز يسيب تعليق الدكتور محمد يحيى.
سوري الحمد لله على السلامة. شفتوا الرابط بتاع قناة الدكتور محمد يحيى أو قناة الجريء الطبي؟ هجيبها تاني أحسن لو كنت جبتها غلط. دي قناة الجريء الطبي أثناء فقرة الدكتور محمد يحيى. طبعا احنا مش هنفتح الزوم دلوقتي غير للدكتور محمد يحيى، محدش يدخل الزوم غير الدكتور محمد يحيى. حبيبي يا سونماي وحشني كتير والله. هذا هو الرابط، سيب سؤال هناك وهو اول ما يخلص الفقره انا هقرا الاسئله المكتوبه هناك فقط لا غير، فقط لا غير، احتراما لكل حاجه يبقى لها وضعها الطبيعي. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا جريء، اخبارك ايه؟ الحمد لله ربنا يديك الصحه. اليوم هتكلمنا عن مرض السكر وطرق الحمايه من مضاعفاته. طبعا النهارده انا لاحظت معظم الاسئله في الحلقات اللي فاتت، معظم الناس كلها يعني بتركز اكتر على موضوع السكر وشغل اهتمام ناس كتيره، كأن مرض السكر دوت يعني حاجه يعني بتشغل وبتقلق الناس. ببساطة خلينا نتكلم بس ايه، نعرف ايه هو السكر وبيحصل ازاي وازاي نتعامل مع السكر عشان بس ايه نقدر نبسط الموضوع اكتر. اول حاجة مرض السكر ده هو ايه، يعني ذكر بكلمة سكر اللي على اساس ان في عندنا غدة في الجسم اسمها البنكرياس. الغدة البنكرياس دي بتفرز هرمون اسمه الانسولين. الانسولين ده مسؤول عن حرق السكريات في الدم، وبالتالي ما يبقاش نسبه السكر عاليه في الدم، يفضل نسبه السكر مظبوطه في مستوى معين. بعد الانسان ما بياكل سواء كميه سكريات عاليه او واطيه، البنكرياس وظيفته ان هو يفرز الانسولين ده. طيب امتى بيحصل بقى مرض السكر؟ كويس، يحصل مرض السكر في حاجتين، يا اما الحاجه الوراثيه كويس، يا اما الحاجه اللي هي بتيجي في منتصف العمر او في مرحله ما كويس من العمر المتقدم. في الحاله الوراثيه دي بيحصل نتيجه ايه؟ ان البنكرياس ما بيفرزش انسولين خالص، وبالتالي المريض ده هو من اول ما بيتولد بيبقى معروف عنه انه عنده سكر. ليه؟ لان البنكرياس او غده البنكرياس ما بتفرزش الانسولين، فهنا اصبح المريض ده من اول ما بيتولد هو عنده نقص في هرمون الانسولين من البدايه، وبالتالي علاجه بيبقى هو الهرمون، ان انت بتعوض الهرمون اللي هو كان الجسم بيفرزه بحقن خارجيه. طيب نوع المرضى التانيين اللي هو تايب 2، اللي هو المرضى اللي بيحصل عندهم كسل في خلايا البنكرياس او مناعه من الخلايا بتاعت الجسم في التعامل مع الانسولين اللي بيطلع من البنكرياس. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل سواء بقى كسل في البنكرياس هيطلع نسبه انسولين قليله، مناعه في الخلايا هيبقى ايه، الخلايا بتحتفظ بالسكر بس ما بتمتصش الانسولين، وبالتالي ايه تفضل نسبه السكر عاليه. طيب هل الانسان المفروض ان هو مثلا نسبه السكر بتاعته تبقى عاليه، ولا المفروض الانسان يبقى نسبه السكر بتاعته ثابته؟ هو الانسان الطبيعي ربنا خلق البنكرياس بيقدر يتعامل مع اي كميه سكر الانسان ياخدها، يعني بمعنى اصح لو الانسان سليم سواء كان سكريات كتيره سواء كان سكريات قليله، البنكرياس بيفرز بناء على الكميه اللي موجوده في الدم ويتعامل معاها. طيب ليه في ترموستات يعتبر في البنكرياس هو اللي بيحدد الانسولين يطلع قد ايه كميته قد ايه والكلام ده كله؟ لما بنفقد الترموستات دوت او الحاجه الالهيه اللي هي بتعمل الرابط اللي هي تقدر تقرا اذا كان السكر عالي اطلع له انسولين كتير، او اذا كان السكر قليل اللي اطلع بالانسولين قليل، فهنا الرابط او الاوتوماتيك بتاع الجسم ده بيروح، فبتتعامل معاها بناء على النظام المانيوال او نظام التعامل الانسان مع الحاجه. فبالتالي لما بيجي مثلا المريض اللي هو بيتعب مريض سكر من النوع الاولاني اللي هو وراثي، انا بتعامل معاه ان انا ايه بحسب كميه الاكل اللي بياكلها كل يوم وبديله بناء عليها جرعه انسولين.
طيب الانسولين ده فيه نوعين، في انسولين مائي وفي انسولين طويل المدى. طبعا المريض في الاول عشان تقدر تحسب كميه الانسولين بتستعمل الانسولين المائي اللي هو بيدخل الجسم ويحرق السكريات بسرعه. الانسولين طويل المدى ده بيفضل مستمر في الجسم لفتره معينه، فالدكتور بياخد فتره مع المريض على اساس ان هو يقدر يظبط معاه الجرعه بتاعت الانسولين لحد ما يوصل لمرحله ان هو يقدر يديله ايه جرعه انسولين طويل المدى اللي هو يقدر يطلع بطرق محدده اثناء اليوم، لانه بيبقى معروف نسبه اكله قد ايه والكلام ده كله. ده فيما يخص الانسولين. فيما يخص المرضى اللي عندهم كسل في البنكرياس، دي بتبقى اسبابها كتير. من ضمن الاسباب بتاعتها فاهم زي السمنه، ومن ضمن الاسباب بتاعتها ضعف الدوره الدمويه، ومن ضمن البنكرياس، ومن ضمن الاسباب بتاعتها ساعات الاصابات وساعات الفيروسات وساعات الخبطات او الحوادث، حاجات كتيره. احنا مش هنخش في الاسباب وكده لان مرض السكر ده موضوع كبير. انا عايز اوصل لمرحله معينه في 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 في, في الحلقه دهيت ان انا ايه اعرف المريض اللي هو يبقى عنده سكر ازاي تتعامل مع السكر بتاعك. انت الامراض التانية اللي بتيجي بتبقى امراض عارضه، يعني دور برد بيجيلك بتاخد له علاج بيروح، مغص بتاخد له علاج بيروح، لكن السكر ما فيش حاجه مش هتاخد له علاج وهيروح، ده يفضل مستمر معاك لحد العمر كله ما ينتهي، سواء بقى اذا كان وراثي او سواء كسل في البنكرياس. وبالتالي احنا بنقول تصاحب السكر. يعني ايه تصاحبه؟ يعني تعرف ازاي تتعامل معاه بحيث ان انت ما توصلش للمضاعفات بتاعته. فسواء انت بتتعامل بانسولين، سواء المريض اللي هو النوع الاولاني اللي هو الدرجه الاولانيه اللي هو الوراثي، تتعامل بانسولين خارجي، يبقى خلاص انت عارف ان انت كميات الاكل اللي هتاكلها قد ايه، نسبه الانسولين بتاعتك قد ايه، ما توصلش لمرحله ان يبقى الانسولين بتاعك ما يغطيش كميه الاكل. وده طبعا الدكتور بيشرحها لك اللي انت لما بيتابع معاك الاكل اليومي والكلام ده كله. نفس القصه المرضى اللي هم بيبقى عندهم كسل في البنكرياس، يبقى البدايه ان الدكتور بيعتمد على انه بيديله نظام غذائي على اساس ما يعتمدش على الادويه. طيب في مرضى ما بيبقاش معاهم، ما ينفعش معاهم النظام الغذائي بس والكلام ده كله، فيبتدي يديله ايه حاجه اسمها جلوكوفاش. طيب بعدين برضو ايه لسه برضو مش كافي، يبتدي يديله حاجات تانيه ايه بتزود تحمس البنكرياس والكلام ده كله. طبعا حديثا طلعت ابحاث على حكايه ان انت بالنسبه للبنكرياس اللي هو او مرضى السكر اللي هم النوع الثاني، طلعت الحقن بالخلايا الجذعيه، على اساس الحقن بالخلايا الجذعيه دي بتنشط الخلايا وتعيد الخلايا الميته تاني والكلام ده كله. احنا اتفقنا ان اللي بيحصل في كسر في البنكرياس يعني معناها في خلايا شغاله وفي خلايا مش شغاله. فالفكره بتاعت الخلايا الجذعيه ان انت بتنقل خلايا جذعيه من الجسم للمنطقه دي عشان خاطر ايه؟ تنشط الخلايا اللي هي التعبانه وتبتدي تاني تنتج خلايا جديده. هنخصص حلقه بعد كده تاني للخلايا الجذعيه والكلام ده كله. اللي انا عايز اقوله بس ايه في كلمه مضاعفات. طيب احنا هنا المريض اللي هو مثلا مش هيبتدي ايه ينتظم في السكر في علاج السكر، او مش هيبتدي ينتظم في الادويه بتاعته ويبتدي على طول دايما السكر مرتفع عنده، ايه اللي هيحصل له؟ ببساطه جدا اللي بيحصل ان نسبه الحموضه بتاعت الدم بتزيد، وبالتالي دي بتبقى عرضه للالتهابات البكتيريه. فممكن يحصل له قرح وجروح في اماكن طرفيه. الحاجه الثانيه ان بيحصل ترسبات دهون على الشرايين والكلام ده كله، وبيحصل له قصور في الدوره الدمويه. الحاجه الثالثه ان السكر لما بيرتفع بياكل في الاعصاب الطرفيه. الحاجه الرابعه برضو تفهم ازاي؟ ان مريض السكر ممكن يحصل فقد في التركيز والكلام ده كله. طبعا يعني كل عرض من دولت ليه حاجات كتيره والكلام ده كله، لكن اخطر حاجه فيهم اللي هي
ضعف الدورة الدموية في الأطراف، في الشرايين يعني، في الأطراف، يعني دي بتؤدي إلى غرغرينا، وبتؤدي إلى إن بعض الأوقات توصل إن القدم بيحصل له حاجة اسمها القدم السكري. طبعا الأطراف أكتر حاجة اللي هي القدم، وطبعا والعينين، لكن هنسيبنا من موضوع العينين دلوقتي، لأن العينين النظر هيضعف، لكن القدم هيحصل فيها نوع من أنواع نقص الدورة الدموية، وبالتالي هتبتدي تعمل غرغرينا، تبتدي تعمل بعد كده ممكن توصل لمرحلة إن يوصل إيه باتر لأصابع، بعد كده باتر لأطراف والكلام ده كله. فإحنا دايما بنقول إيه لمريض السكر، حاول بقدر الإمكان إنك أنت تتعامل مع المرض، إنك أنت ما توصلش لمرحلة إن يبقى عندك عائق في حياتك، وبالذات لو أنت السكر ده هو جالك في سن مبكر. فدايما الكواليتي اوف لايف مهمة جدا، أنت ما تقدرش تعرف عمرك قد إيه، ما هو إحنا كلنا اتخلقنا وربنا هو اللي بيحكم الأعمار، ما نقدرش نعرف أعمارنا قد إيه، بس لما تبقى عايش وانت طول عمرك بتعالج من المضاعفات، غير لما تبقى عايش وانت اصلا بتعالج مرض واحد اللي هو مرض السكر او مش عليه منتظم. فهي دي رسالتي، وبعد كده يعني ايه هنستفيد اكتر بعد كده في الكلام على مرض السكر بحاجات كتيره، لكن عايز اسمع الاراء واشوف الناس يعني تفاعلاتها ايه واسئلتها ايه في الموضوع ده. قبل اسئله الناس يا دكتور، النهارده انا اتكلمت عن فيتامين دي وخطورته واهميته، بالنسبة للناس اللي عندها سكر، طالما حضرتك الحلقة عن اللي عندهم سكر، ممكن ياخدوا جرعات من فيتامين دي اللي هم مثلا بيعيشوا في بلاد الشمس بتشرق فيها بحياة يعني؟ فيتامين دي مهم جدا اصلا لنشاط الجسم، لكن هو يعني فاهم ازاي، والعظام، لكن هو مش مرتبط بالسكر اكتر. الفيتامين اللي مرتبط بالسكر اكتر اللي هو فيتامين B12 وB6 اللي هي خاصة بالأعصاب، بالأعصاب الطرفية. فعشان كده دايما ايه مثلا مريض السكر بينصح ان هو ياخد ايه حقن الفيتامين B12 او بي كومبلكس، او ياخدها اقراص. لكن طبعا الحاجات دي مش موجودة في حاجات طبيعية دكتور ننصحه ان هو ياكلها؟ فيتامين بي للأسف يعني تفهم ازاي في وجوده في الحاجات الطبيعيه قليله قوي، وبعدين كمان انت بتحافظ كمان على خاطر ان انت مثلا ايه هتدي له مثلا حاجات ممكن يبقى فيها دهون، عم تقول مثلا الكبده او نتكلم كذا، انت برضو عايز تعمله نظام غذائي، فبالتالي ان انت ايه مش عايز تركز على الحاجات اللي هي بالذات فيتامين بي بي 12 موجود في زيت كبد الحوض، وفي حاجات فيها دهونيات كمان يعني فاهم ازاي. فانت بتحاول بقدر الامكان ان انت تديهوله كعنصر خارجي، على اساس يعني ايه ان ما نلخبطش في موضوع الاكل، لان ده حاجه مستمره طول العمر. ففي ممكن بتاخد حقنه فيتامين بي كومبلكس ديت اللي طويله المدى، تاخد حقنه كل 3 اشهر مش مشكله والكلام ده كله ما شاء الله. 3 اشهر الحاجات الصعبه، الحاجات الصعبه بتدي مثلا اللي هي الفيتامين بي كومبلكس ديت اللي هي اليوم بعد يوم ديت والكلام ده كله. لكن ده احنا بنتكلم امتى، انت اصلا هتوصل للتأثير للأعصاب لو السكر اصلا مش منتظم. وانت السكر لو منتظم وماشي كويس في علاجاتك الكلام ده كله، مش هيحصل اصلا تأثير في الأعصاب. طب سؤال مهم دكتور، سؤال مهم، الناس اللي ما عندهاش سكر وده 40 دخلت في الأربعين والخمسين بقى وسن الشباب الحلو ده، يعملوا ايه عشان ما يجيلهمش سكر؟ ما يعملش حاجه خالص. هو بص اقول لحضرتك حاجه، هو السكر يعني ملوش علاقه بالسن على فكره بالمناسبه، في سكر وراثي وفي سكر بسبب الاكل ولا يعني احنا قلنا السكر الوراثي ده خلاص احنا عرفناه من اول الولاد كويس تمام، انما السكر الثاني اللي هو بيحصل في في في, في مراحل العمر الثانيه ده ليه علاقه بكذا حاجه. السبب الاساسي طبعا الاولاني السمنه، الحاجه الثانيه اللي هي ايه الصدمات، الحاجه الثالثه اللي هي الاسترس. انت كل حاجه بتقلل الدوره الدمويه اللي بتروح للبنكرياس بتعمل تموت خلايا، وبالتالي الخلايا لما بتموت في البنكرياس
يبقى البنكرياس كله مش شغال، جزء منه شغال. فهنا اصبح ايه الناس ده هي، يعني انت مثلا ايه تقدمت في العمر، بقيت في سن الاربعينات او في سن الخمسينات، الكلام ده كله كل اللي احنا بنقول عليها ايه، حاول ان انت تعيش ريلاكسد لايف، يعني بمعنى صح تقلل انواع الاسترس اللي عندك في الحياه، تقلل الدهون عشان ما تعملش ترسبات سواء في القلب او في البنكرياس، لان طبعا يعني ايه المجهود العضلي بتاعك بيقل عن وانت في فتره الشباب والكلام ده كله. ليه علاقه معلش يا دكتور باكل الحلويات والسكر كتير في الشاي والحاجات دي؟ لا، ما هو انا هقول حاجه، لو انت هيلسي ملوش علاقه بكميه الاكل، يعني انت هقول لحضرتك على حاجه، انت دلوقتي هيلسي وما عندكش اي امراض خالص وكل البارامتر بتاعتك كلها سليم، وجيت انت النهارده شربت كوبايه عصير وكوبايه شربات وبعدها كوبايه سكر كوبايه شاي كذا وكلت بسبوسه، يعني كميه سكريات قد كده خدتها مثلا في ربع ساعه، طب الجسم هيتعامل معاها، هيطلع البنكرياس سليم، هيطلع لك كميه كبيره جدا من الانسولين يهضم الحاجات دي كلها. طب ازاي اخلي البنكرياس سليم، احافظ عليه انه يبقى سليم بالرياضه؟ قلت لك البنكرياس، البنكرياس ده جزء من اجزاء الجسم كلها، زي ما انت بتحافظ على الكلى انها تبقى سليمه او بتحافظ على القلب انه سليم، ان انت بتحافظ ان يوصل له دوره دمويه سليمه. امتى البنكرياس يتاثر؟ قلنا الحالات اللي ممكن تاثر فيها السمنه، لان طبعا هيوصل له دوره دمويه قليله. الحاجه الثانيه مثلا الجلطات، لما الانسان يحصل له جلطات في القلب والكلام ده كله برضه ايه هياثر على كفاءه القلب، فهياثر على الدم اللي بيوصل للبنكرياس. المرضى اللي بيبقى عندهم ارتفاع في ضغط الدم برضه تفهم ازاي هياثر على الدم اللي بيروح للبنكرياس. برضه ترسبات الدهون في بعض الاحيان، الكدمات، يعني مثلا عملت حادثه وخدت كدمه على البنكرياس فجزء من البنكرياس بيموت، وهكذا. ربنا يشفي الكل. اللي عايز يوجه سؤال للمعالي الدكتور محمد يحيى فقط عبر رابط الاستشارات الطبيه، بيظهر قدامكم الرابط ولا لا؟ انا مثبته فوق وبكتبه دلوقتي، ظهر قدامكم بس في تعليقات عشان ما نقعدش نجري ورا التكست، هنخصص بس في التعليقات في قناه الجريء الطبي في سؤال لحضرتك عبر التعليقات في قناه الجريء الطبي، لان مش هلتفت للتعليقات التانيه اللي على التكست. من الأستاذة هدى ندى بتقول لك حفيدي أو حفيدتي عندها كحة دايما وعمرها 6 سنوات ونصف، وجبت لها جهاز البخار، عايز أعرف إيه رأيك في هذا البخار والحل في رأي حضرتك إيه؟ طبعا إحنا لما بنتعامل مع طفل عنده كحة باستمرار، لا ده هنا بيبقى المرحلة مختلفة تماما عن الكبار، لأن أنا ممكن لازم أدور على الطفل ده هو إن يكون عنده نوع من أنواع الربو أو الحساسية على الصدر، ولو اتعرف ان هو عنده ربو او حساسيه على الصدر لازم اعرف المسببات بتاعتها. فبالتالي ايه البخار ده بيعالج اعراض، يعني هو طبعا شيء طبيعي لازم تجيب جهاز البخار في البيت عشان تلحقها لما بيحصل لها مثلا ضيق في النفس او صعوبه في النفس والكلام ده كله، ودوت هيريح النفس، لكن دايما بندور على المسببات. يعني احنا مثلا ايه المريض اللي عنده ربو ما بنقولوش ان انت هتفضل على طول على بخاخات، لا احنا بندور دايما على السبب بتاعها. فالسبب في حاجه التيست بيتعمل طبعا دكاتره الصدريه بيعملوه لنوع نوع الحاجه اللي بتعمل حساسيه. ففي بعض الاحيان مثلا تبص تلاقي في حساسيه سببها الربو مثلا ايه الحيوانات، في بعض الاحيان بيبقى سببها الكربت اللي انت في يعني انت فارش البيت مكت، الوبر بتاعه ده يعمل نوع من انواع الحساسيه، يعمل ربو. في بعض الاحيان مثلا ايه الزراعات، نوع من انواع الزراعات بيعمل الحساسيه. فاسبابها كتير، فلذلك انت ما تقدرش تعملها الا لما تعمل التيست بتاع الحساسيه ده تشوف الشخص ده عنده حساسيه ايه بالظبط. في ناس بتجيلهم حساسيه مع الربيع يا دكتور. ما هو عشان كده انا قلت الحساسيه اسبابها كتير. يعني انت ممكن تبقى تعيش عمرك كله ومره واحده يظهر لك نوع من انواع الحساسيه وانت سنك كبير، فانت تستغرب طب انا ما كانش عندي حساسيه، هتقعد تدور هتلاقي حاجه جديده حصلت زي ما انت قلت كده في الربيع مثلا، انا او حط اتعرضت لحته مثلا ايه فيها نوع من انواع الكيماويات مختلفه، او رحت مثلا في منطقه الجو بتاعها مختلف تماما عن
من الجو اللي انا كنت عايش فيه وهكذا. بس كلها لها علاج لو عرفت السبب. لو عرفت. طب دلوقتي العلاج كله دلوقتي بيبقى عباره عن علاج اعراض. في ناس يعني عندهم احنا لما حساسيه ضد بنعالج الالبان، نوع معين من الالبان او حاجه معينه في الالبان اللي هي سكر اللبن، ما في اعرفش. برضه ناس عندها بيبقى عندها نوع من انواع الحساسيه لنوع لجزء معين في الالبان، اللي هو اسمه وانت ما عشان اعرفش كده اسمه ايه علميا، بس انا اعرف اسمه لاكتوس، ده الاسم مظبوط. ما عشان كده احنا بالظبط كده. ما عشان كده انا بقول لك تفهم ازاي انت لما لما بيحكي لك طفل بقى غير الكبير، الطفل لا انت بتدور بتحاول بقدر الامكان ان انت تعمل دراسه كامله عليه عشان تطلع نوع الحساسيه عشان تقدر تقول للام مثلا ايه السبب اللي مسبب له الحساسيه ده، لان الربو احنا اتفقنا عليها انها نوع من انواع الحساسيه. فالسبب كذا، ساعتها لو قدرت تشيل العامل ده هيبقى المسببات عنده قليله مش هتجيله الاعراض دي كتير. مظبوط. موضوع كبير بتاع الحساسيات ده يا دكتور، يا ريت تخصص لنا حلقة اه فيه. طبعا لا نتكلم فيه مفيش مشكله، ما هو احنا عشان كده بقول لك تفاعل الناس واسئلتهم هم اللي بيخلونا نتوجه نتكلم في اي موضوع. يعني هو اللي يهم الناس هو اللي احنا بنحاول ان احنا نطرحه. تمام. لا هو موضوع الحساسيات انا عارف ان هو هيبقى موضوع مهم جدا، خصوصا ان احنا هنبتدي ندخل بقى، ربنا يعدي الشتاء وندخل في الربيع. على كل حال بشكرك يا دكتور، جزيل الشكر على الحلقة الجميلة، ودائما الله في يخليك، شكرا، ميزان حسناتك. أشكرك يا دكتور، شكرا حضرتك. بشكر الدكتور محمد يحيى خليل على فقرته الطبية. أرجو من الجماعة زي من الأستاذة هدى ندى الالتزام، اللي عايز يوجه رسالة عبر تعليق، ما يعني مش معقولة نكسل نروح نعمل تعليق، أنا عارف أنتوا بتكسلوا تشتركوا وبتكسلوا تعملوا لايك، ولكن احترام للدكتور، روح اعمل تعليق، اعمل اشترك، واهلا بيك معانا، اترك سؤالك او نستمع للفقره الطبيه ونتناقش معاك. هيكون معانا بعد قليل المستشار الجليل المستشار الاسواني، برضه نفس الحكايه، عايز توجه سؤال للمستشار الاسواني اهلا بيك عبر الرابط الجريء للاستشارات القانونيه. المستشار الاسواني عامل لنا مفاجاه ايه النهارده، ربنا يسهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقي جريء. معايا المستشار القانوني استاذ احمد الاسواني، اهلا بيك. ازيك يا غالي، الله يخليك. فل يا غالي. مساء الفل. فقره الاستشارات القانونيه مجهز لنا ايه النهارده يا غالي؟ والله احنا مجهزينك الماده 45 من قانون الاثبات، اللي هو المحرر الغير الرسمي لما تحب يكون عايز تاخد عليه صحه توقيع او حاجه من المحكمه، سواء الخصم وقع لك عليه بإمضاءه أو بختمه أو ببصمة أصبعه يعني. ومهمة جدا الحتة دي خالص يعني. اتفضل يا فندم. طبعا مساء الخير لحضرتك والجروب جميل وللفقرة القانونية، وأنا مستمتع بالدكتور محمد يحيى بصراحة بالفقرة الجميلة اللي بيعملها. حضرتك المادة 45 من قانون الإثبات المصري رقم 35 لسنة 1968، المادة بتقول يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضاءه أو بختمه أو ببصمة أصبعه، ولو كان ذلك الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المحكمة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا صديقي الجريء جيت عملت بيني وبينك عقد بيع، انت اشتريت مني البيت وانا وقعت عليه عقد بيع ابتدائي، من حقك ادي التوقيع ان انت تاخد هذا المحرر ده، محرر غير رسمي، محرر غير رسمي، بتاخده وتروح للمحكمه وترفع الدعوه، حاجه اسمها صحه توقيع، دعوه اصليه، علشان اجي انا اقر بهذا التوقيع، سواء بهمضتي او بخطي او بالختم بتاعي اذا كنتش بعرف اكتب، او ببصمه اصبعي اذا كنت انا بصمتك. وهنا لما انت بتروح حتى لو كان الالتزام ده غير مستحق الاداء، يعني ممكن يكون هذا الامر مش مستحق الاداء، بس انت بتاخد على هذا المستند او على هذا المحرر صحه توقيع من المحكمه. معايا حضرتك؟ والمحكمه لا تنظر الى اصل الموضوع، بتنظر الى التوقيع فقط،
لان انت رافع الدعوة اسمها صحة توقيع، فالمحكمة تنظر الى التوقيع فقط وليس الى موضوع العقد، حتى لو كان هذا العقد غير صحيح او غير مستحق. طب لو المحكمة استدعتني وانا ما رحتش. ايوه الله ينور عليك. لو انت اعلنت اول جلسة وما رحتش بتعيد اعلانك مرة تانية، لو ما رحتش تحكم ضدك بصحة التوقيع مرتين بس. طيب لكن انت ممكن تعمل ايه بقى؟ لو انت شايف ان ده مش توقيع ولا في كذا، من حقك ان انت ترفض وتطعن وتكحد هذا الامر، وممكن لو انت واثق ان هذا العقد مش موقع عليه بتكحده لو هو مقدم صورة، او بتطعن عليه بالتزوير. ولو ثبت التزوير هنا المحكمة بتنسخ نسخة وتحيلها للنيابة العامة عشان تنزلني انا كمتهم، او تنزل الانسان اللي كان ضحك على الانسان وقال له ده توقيعه ورفع دعوة، ويتقدم مزور وجنائي التزوير في محرر غير رسمي. هناك فرق بين المحررات الغير رسمية والمحررات الرسمية. المحررات غير رسمية زي قلنا زي العقود الابتدائية، زي العقود الإيجار، زي أي شيء مش رسمي اللي هو عليه ختم الدولة وموثق عشان نقول عليه محرر رسمي. محرر رسمي بيبقى جناية التزوير، أما المحرر غير الرسمي وده الفرق بيكون جنح التزوير. هناك فرق من الجنحة والجناية. الجنحة في القانون المصري من الغرامة لحد 3 سنين، أما الجناية فبيبقى سجن، لا يعني في حدود من 5 سنين 10 سنين حسب نوع القضية. لو أنا مسافر وحد استغل فرصة سفري وعمل عقد بيع في أحد ممتلكاتي، وأنا نزلت بعد 5 سنين ولقيت فوجئت إن هو عمل صحة بيع وباع وخد وباع، تمام، إيه الحل؟ انت في هذه اللحظه يا صديقي الجريء لا تعلم، انت علمك من ساعه علمك بالظبط ليك مده تستأنف في هذا الحكم وتطلب فيه طعن بالتزوير على هذا الامر، تمام، وبتدخل فيه حتى كمان الشخص اللي هو باع، زور عليك وباع للشخص وباع ده، دخل الاثنين اللي هو خد منك عمل منك العقد المزور وباع. بس القانون هنا انت دخلت لي في حته ذكية جدا. القانون هنا بيعمل ايه؟ بيشوف هل الرجل اللي هو اشترى منه التاني اللي هو زور عليه حسن النية ولا سيء النية. لو اثبت هذا الرجل اللي هو حسن النية البيع اصبح سليم وبتاخد التعويض انت. اما لو كان سيء النية الاتنين بيتعاقبوا وانت بتاخد الحاجة اللي هي اتباعت منك عن طريق التزوير، بتتسحب منهم وترجع طبعا مع عقابهم كمان. لكن الشخص اللي هو اشترى منه لو كان حسن النية البيع سليم، ولكن بتاخد التعويض مع الشخص اللي هو زور عليه، ده اللي بياخد العقوبة لوحده. لكن لو التاني سيء النية يبقى الاتنين بيتعاقبوا وبيعاد اليك مرة تانية الملك بتاعك، وما بتاخدش الفلوس بس، تاخد ملكك مع التعويض. كلام خطير محتاج تفكير. طب ازاي الاشخاص، ازاي شخص يأمن نفسه لو هو بسافر او بعيد ان ما يحصلش حاجة زي كده؟ فيش طريقة مثلا سجل مدني حاجة؟ لا، هو الاصول ان يبقى لك محامي. المحامي ده كل شوية يعمل استعلام عن من المحكمة عنك في قضايا مرفوعة ضدك ولا لا، وهنا بيعرف كل حاجة، اسمها استعلام قضائي. بيحميك من كل شيء، استعلام قضائي من المحكمة، يكون في توكيل ويعمل لك استعلام قضائي كل أسبوع كل أسبوعين، لأن كل قضية بتبقى موجودة بتسجل طبعا وبتبقى معروفة، وبيبقى احنا عارفين ده رفع دعوة ولا ما رفعش. بس المشكلة في حاجة يا صديقي الجديد، يعني لو في ربط طبعا بين كل المحاكم داخل مصر بتفرق، لكن لو كان العملية مش ما فيش ربط دي بتبقى مشكلة، لان انت عندك مصر واسعة وفي كل محافظة بكل مركز
في محكمه جزئيه، وفي المدينه محكمه كليه واستئناف، وكل 5 محافظات بيبقى فيه استئناف عالي، وبيبقى محكمه النقض شامله كله ده اللي هي حضرتك في محطة جمال عبد الناصر في الإسعاف. يعني عيني اللي في حلقة الحالة زي كده لازم المحامي بتاعه يقعد يلف القواضي دي كلها، البلاد دي كلها. يعني لو طبعا هتبقى مشكلة شوية، لأن عندنا يعني في محامين ما عندهمش ضمير طبعا. طبعا لا يعني طبعا ده أكيد في كل فئة، طبعا في الحلو والوحش، في الصالح والطالح، مش عايزة كلام. فهي لو مصر ربطت لو الشخص عنده ملك مثلا في القاهرة، ليه اللي بيعملوا صحة توقيع مثلا في المنوفية؟ ليه؟ والله ممكن يعمل، بس هو الأصول الاختصاص. يعني لازم الاختصاص، يعني لازم الاختصاص في المكان اللي فيه العقار أو فيه أي شيء. يعني هم لو قدموا صحة توقيع في المنوفية مثلا، القاضي يرفضها ويقول روحوا للقاهرة، ولا ممكن ممكن عدم اختصاص طبعا، عدم اختصاص، ولا ممكن تعدي؟ لا بتاخد عدم اختصاص طبعا. طب كويس، دي تطمن ال طبعا تاخد عدم اختصاص طبعا. طيب في حاجه في الجزء ده عايز تضيفه حضرتك، ولا ممكن نبدا نستفسر؟ لا انا بقول لحضرتك يعني هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه، وبنعرف الناس ان هو اي محرر غير رسمي معاه وعايز تاخد عليه صحه توقيع على الشخص اللي هو وقع لك عليه من حقك، ممكن اصلا ده 45، ولو جه اقر يبقى خلاص كده تمام. ما جاش أول جلسة بيتعلن، تاني جلسة ما جاش المحكمة بتحكم لك بصحة التوقيع. ودي من الأمور الهامة جدا اللي هي ماشية، وفي قضايا كتير جدا كنا بنرفع صحة التوقيع دي على طول، وأصبح دلوقتي يعني إن هي طبعا صحة التوقيع هي بينظر إلى التوقيع فقط، إلى ظهر الأوراق، ما يبصش للموضوع ولا الملكية ولا الكلام ده. يعني هي بتنتهي، ملهاش يعني، هي زي العقد الابتدائي بالظبط، بس بتبقى اقوى شويه لو الراجل اللي هو وقع جاء اقرب البيع. القانون فيه ثغرات. مش عايز كلام طبعا اكتر من كده. اكتبوا للاخ وليد انه يعمل فيش. طب ندخل في الاسئله. تحت امرك. كان في تصريحات لكابتن حسين السيد اليوم، فالحاج شعبان منصور بيقول لك ممكن اي شخص عادي يقدم بلاغ للنائب العام ضد تصريحات حسين السيد؟ حسين السيد ما بيتكلمش على اي حد، هو بيتكلم على يقصد حاجات معينه، فمش من اي حد يقدم للنائب العام. انت من حقك تقدم شكوى في اي حد، حقك، القانون اعطاك انك انت تقدم اي شكوى طالما ان انت انضبط او في شيء. لكن انت موضوع حسين السيد ده ما لكش دعوه بيك، اي واحد اللي يتكلم في الموضوع ده هو يقصد المستشار ويقصد اللي هي مجلس الاداره السابق، هو يقصد ذلك، فمش اي حد يقدم للنائب العام طبعا. لكن اذا كنت عايز تقدم وعندك ادله قويه جدا انك تقدم، وفي دليل قوي جدا انك تقدم على هذا الامر، وحسين السيد فعلا أدرب نادي الزمالك، فمن حق أي حد من جمهور الزمالك، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده صديقي الجريء، لأن الضرر فعلا وقع على نادي الزمالك من كل الجوانب. ولكن هل النيابة العامة هتاخد الشكوى ولا مش هتاخد الشكوى؟ يقدم بلاغ للنائب العام بيدفع رسوم معينة؟ لا مفيش رسوم خالص، هو بياخد اللي بتقدم الشكوى وبتأيد. لو خدم ده سبب إن أحمد أي حد بيقدم بلاغ لو الرسوم بالضبط. ممكن ما فيش رسوم خالص، هو بيروح يقدم وبياخد رقم عرائض او رقم اداري النيابه، يعني اداري النيابه العامه، ويديله رقم وشكرا على كده، وبيتابع بالرقم ده بيشوف ايه اللي حصل في القضيه. وكل سياده النائب العام يعني طبعا هو ما بيدخلش في، ان طبعا في محامين عموميين مستشارين كبار، وفي تحتهم برضو نوائب وكلام ده، بيوزعوا الشكاوي دي على وكلاء نقعد اللي في النيابه. استاذ وضع ندى بتقول والدتي عندها منزل قديم وهي توفت والبيت ورثه، المهم الوالده سكنته الاسره على قد الحال بدون عقد، الام والاب توفوا اللي هم كانوا مع عادهم، الام والاب توفوا والاولاد اتعلموا وتجوزوا وسكنوا خارج البيت، واحد من الابناء اشتغل على البيت وقفلوا بالجنزير وساكن في القاهره، على فكره البيت في المنصوره ومش عارفين نخرج
نخرج هذا الشخص، للأسف كلنا ساكنين في القاهرة. يوجد محل أيضا اللي كان فاتحه حلاق ومات، وابنه أيضا استولى على المحل ومأجره بالباطن، بس مش عارفين نثبت علشان إحنا في القاهرة. ما لازم تعمل محضر اثبات حاله يا معالي الريس صديقي الجريء، لازم تعمل محضر اثبات حاله وتثبت جدا ان الناس دي ليها سكن وسايبين البيت مقفول غوط، وان هم ساكنين خارج المنصوره وكل واحد له شقه، دي سهله جدا. بهذا الامر ترفع دعوه طرد والمحكمه تديها على طول. طيب بقول لك، اوراق البيت كلها عندي، للأسف إخواتي كلهم توفوا بس عندهم أولاد وأنا الوحيدة اللي عايشة، البيت قديم ومتبهدل، السلالم وقعت ورحنا الحي نبلغ على هدم البيت وحضرت، لكن بس ما كانش أي شخص من هناك وهم طبخوا مع اللجنة. تقدم شكوى، لأن البيت طالما كده تجيب تصريح بالهدم وتقدم شكوى للمحافظ المنصورة او رئيس المجلس، او رئيس المجلس ومحامي هناك في المنصوره يمسكوا الموضوع. اه بالظبط، ان هم مش بالظبط، بس واضح ان هم لازم يعملوا اعلان وراثه كلهم الاول. طبعا يعني اذا كانت هي الوريثه الوحيده حاليا، لا في هي اللي ترفع الورثه، يعني اولاد لاخواتها. اه لو اولاد الورثه هم لازم يعملوا توكيل كلهم، كل الورثه بموجب حصر الوراثه الله يرحمها، وتعمل توكيل بموجب هذا الحصر وراثة المحامي، ويكون معاها الملكية بتاعتها، وتبدأ ان هي تعمل حالة وتشوف موضوع في حاجتين قدامها، مع اثبات حالة عشان تطرده، او لو عايزة تهدم هتروح تجيب طبعا تقدم طلب للمجلس المحلي او المدينة في المنصورة، ويجي يشوف الموضوع المعينة ويتحرك، ولو حصل فيه تلاعب فيه طبعا الشكوك في ست المحافظ هناك، المحافظ طبعا هم لازم تقدم له شكوى في هذا الموضوع، الشؤون القانونيه هناك، الاجراءات دي كلها. المحامي هو يقوم بكل ده طبعا، يتفق معاها ويقوم بهذه الاجراءات. ممكن المحامي يتفقوا معاه مثلا دكتور لو هم يتولى هذه القضيه كلها، ولما يخلص ويبيع ياخد نسبه ولا ده؟ لا لا ما بي ما لا لا لازم ياخد، لازم ياخد مقدم، ولو قدر يوصلوا معاه كده ويكتب عقد معاهم اوكي، يعني ممكن. لكن ده لازم المحامي، ممكن في محامين كده، لكن هو معظم المحامين طبعا لازم ان ياخدوا مقدم، زائد ان هو لو مش قادر يدفع الفلوس او يدفع الفلوس بيعمل معاه عقد اتعاب ويتفقوا على المبلغ اللي هيجي والكلام ده. لان انت ما تبص حضرتك، يعني انت كمحامي مش مطالب بتحقيق نتيجه، انت مطالب ببذل عنايه، ولكن النتيجة دي مش بتاعتك، بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. أنا بقول كده عشان المحامي يبقى عنده حافز إن هو يقدر يخلص ويبيع. ما هو أكيد المحامي طبعا هيتحرك، بس لازم إن ياخد فلوس مقدمة. غالي. ربنا يكرمكم، وفي ناس تشوف الموضوع وتشتغل ببلاش يعني في الأول وتخلص الموضوع وبعد كده تبيع وتاخد حقها، في ناس كتير. تمام. في سؤال لحضرتك بيقول، في بعض الاشخاص بيتهموا الناس بالتلميح، اتهامات بالتلميح، يعني انا اطلع ما اقولش المستشار الاسواني ولكن اقول مستشار بيطلع في قناه الجريء، فدي اكيد ما فيش حد غيرك، وابتدي اكيد أيوة. الاتهامات المحكمه بتاخد بالكلام ده طالما الواحد ما قالش الاسم. طبعا انت اسقطت عليه، يعني انت عارف انت لو في كذا مستشار او في كذا محامي او في كذا واحد، ما هو هتبقى العمليه فيها شيوع. ذكاء وخبث الناس دي ان ممكن ايه يرمي تلميح ويسيب كل الناس. أيوة. ايه تفكر ده ممكن يكون اسواني، ده ممكن يكون الجريء، ده ممكن يكون محمد فاضل، يعني بيعملها بالزبط. بطريقه خبيثه، ولكن هو بيسيء وبيتهم ناس في شرفهم. أنا مع حضرتك، لكن لازم أن يكون الاتهام صريح يا صديقي الكريم، لازم أن يكون كل حاجة صريحة. لازم يكون الاتهام بالاسم. يعني طبعاً بالاسم وحاجة صريحة جداً واضحة. علشان يبقى التهمة ثابتة. وحتى المحكمة لما تلاقي إن هو بيرمي الاتهامات وبتخصص في رمي الاتهامات على الشرفاء وله أحكام سابقة وأحلام كامتة ليه؟ ما تاخدش بالموضوع الجدية؟ لا ممكن، ده قرينة قوية جدا على ان الراجل ده كل اتهاماته او كل الحاجات ديت
وكل قضايا بهذا النوع. المحكمة بيكون عندها قرينة وتتأكد من هذا الأمر وتديله أحكام إذا كان بالطريقة دي. لكن لو هو أول مرة وبيعمل كده هتبقى صعبة. هو متخصص في رمي التهم جزافا على البشر. لا متخصص يبقى هنا دي قرينة وقرائن قوية. طب إذا شخص أصابه بتهمة والشخص ده له منصب دولي، يعني هذه التهمة تسيء منصبه الرفيع الدولي، من حقه إنه يقاضي دوليا؟ لا يا شريك الجميع. مثلا الحكم عليه، انت عارف ان في دول في اوروبا اللي بيعمل زي كده يعني بتشمطه، فخد حكم عليه في احد الدول الاوروبيه يبعت الحكم ده لمصر مثلا. بص يا صديقي الجري، لو انت خدت حكم بره وفي اتفاقيه بين الدوله اللي بره ومصر على تنفيذ الاحكام هذه الدوله، هنا بتاخد الحكم اللي انت واخده من الدوله الاوروبيه او المصر او العربيه وتاخد عليه حكم اللي هو بتنفيذ هذا الحكم، دعوة بترفعها وما بتاخدش حاجة، وبعد كده بتنفذ عليه بهذا الحكم. من أي دولة بقى اللي تنفذ؟ الدولة اللي صدر فيها الحكم؟ يعني مصر بتسلمه لو في سجن مثلا أو غرامة وهو بيتهرب؟ ما أنا بقول لحضرتك حتة لو كان في حبس يعني. لا بص، الحبس حاجة والمبلغ والمبالغ الماليه حاجه يا صديقي الغريب. لو حبس انا ببلغ الانتربول الدولي اللي هو موجود سواء في مصر في اي مكان، تمام، للقبض على هذا الشخص ان هو ارتكب جريمه مثلا في سويسرا في المانيا في الكلام، تمام. والقضاء الالماني او الاسباني او اي قضاء اثبت التهمه ووقع عليه العقوبه، تمام. هنا مصر لو في اتفاقية تسليم مجرم متهمين هنا بطول للدولة اللي هي صدرت عليها ملهاش علاقة. وتلاحظ انت في دولة تسليم المجرمين من مصر والدولة دي ملهاش علاقة بنوع القضية، قضية برافو عليك، قضية برافو عليك، بس يكون في قضية شرف، قضية طبعا احكام الدول دي مفيهاش هزار، انت عارف ممكن في مصر يقول لك غرامة ويطول الموضوع، الدول دي طالما بتمس شخص ذو صفة طبعا على طول ما فيش هزار. بالظبط، يعني بخلاف الماديات لو في فلوس مثلا انا بجيب الحكم للدول الاوروبيه او العربيه باخد عليها حكم بالتنفيذ، الحكم ده بعد ما باخد عليه الصيغه التنفيذيه والحكم بنفذ عليه كانه بقى ايه واخد الحكم ده من مصر بالظبط، ببدا انفذ عليه والدوله بتسلمه. طبعا كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. مع المستشار القانوني الاستاذ احمد اسواني، بشكرك جزيل الشكر وربنا يجعله في ميزانك. ربنا يخليك، شكرا يا فندم. ربنا يخليك يا صديقي الجري، وشكرا جدا يا صديقي الجري، تحياتي ليك وللجروب الجميل. الف شكر، الله يخليك، مع الف سلام. مع الف سلام، مع الف سلام. طيب نواصل سريعا الاخبار، يا ريت الكل يعمل ريفريش، البعض بيقول في مشاكل، هوقف البث من عندي ثانيه واشغله تاني علشان ما يبقاش في مشكلة. وشغلته يعني أنا عندي، ما عندي ما فيش مشكلة أبدا 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 أبدا. نواصل مع بعض يا أجمل ناس في الكون، وأتمنى بعد كده اللي عنده سؤال الدكتور محمد يحيى، اللي عنده سؤال المستشار الأصوالي يسيب تعليق تحت أي فيديو، وأثناء الحلقة بتاعتهم نقول التعليق. فكل تحية وتقدير لحضراتكم، أكدوا لي الصوت يا أجمل الناس في الكون. هنقول بسرعة الأخبار الجميلة لأن العدد بتاعنا بقى العدد الجميل بتاع الناس المحترمة. الأخ مين بقى اللي عليه الدور في الكلام؟ اتكلمنا عن في جلسة حصلت بين أشرف صبحي مع حسين لبيب، حيث عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماع اليوم مع حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة لإدارة الزمالك. قدم خلالها حسين لبيب احتجاج رسمي ضد تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن الهجوم على اللجنة التي كانت مكلفة بإدارة شؤون النادي في الفترة السابقة قبل عودة مجلس الزمالك المنتخب لمهام عمله. وتوجه حسين لبيب إلى مقر وزارة الشباب والرياضة وقدم بعض المستندات التي تكشف عدم تخاذل اللجنة السابقة في الملفات التي كلف بها في السابق. وكانت اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أصدرت بيان تردي فيه على تصريحات
المجلس الحالي القلعة البيضاء، والبيان أنا قلته من يومين، والدنيا ربيع والجو بديع، مش هنقوله تاني كده. إيه عرفنا إن حسين لبيب راح قعد مع الوزير وقدم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور، وهلم جرا امبارح 25 بلاغ، النهارده شكوى رسمي، ولسه جاي هحكي لكم عليه. نكمل. الأخ ممدوح عباس عمل النهارده نداء للرئيس عبد الفتاح السيسي. مين؟ الأخ ممدوح عباس عمل إيه؟ عمل نداء لرئيس الجمهورية، وجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمطالبته بإنقاذ القلعة البيضاء من مرتضى منصور رئيس النادي الحالي، وفقا لما كتبه. الكلام ده كتبه ممدوح عباس، كتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت هذه الرسالة لسيادتكم، فهل تنصف نادي الزمالك يا سيادة الرئيس يا أبو محمود؟ فضلا عما أثير بشأن من مخالفات وانحرافات مالية تتعلق بالمال العام، وهو موضوع تحقيقات في النيابة الآن، أن يكون لهم مكانا في موقع المسؤولية، وأن يدعو قربهم منك أو دعمهم أو دعمك لهم. بيتكلم يعني بيقول لك الناس دي، يقصد مجلس مرتضى منصور، مجلس مرتضى منصور ليه مخالفات موجودة في النيابة الآن، وهم بيستخدموا كلامهم إن هم قريبين منك وإنك بتدعمهم. ده كلام مين؟ كلام ممدوح عباس. وقال له: فخامة الرئيس، إن ظهور نجم أمثال ذلك الشخص يقدم رسالة محبطة للجميع وللشباب بصفة خاصة، ويهدم فكر المؤسسات الرياضية التي من المفترض أن يتم تربية النسج على الأخلاق قبل الرياضة. واختتم عباس: نتطلع بثقة يا سيادة الرئيس إلى تدخلكم الحاسم لتصحيح المسار، وأن نستعيد معكم الأمل في الحاضر ومستقبل يليق بمصر. خلاص هم دخلوا في المعجنة مع بعض. أنا قلت، أنا عملت الدعوة والكل هرب، بلد هاجمنا وتشتمنا، اشربوا بقى كلكم. أنا بقول لهم هم، ما بقولكوش أنت، أنا بقول لهم هم اشربوا، هتعملوا إيه في بعض؟ واحد راح قاعد مع الوزير، التاني بيوجه رسالة للرئيس، نشوف بقى مرتضى منصور عمل ايه. مستشار مرتضى منصور يرجع لمجلس الوزراء: ارسل نادي الزمالك برئاسه مرتضى منصور خطابا الى اداره الازمات بمجلس الوزراء للموافقة على اقامه انتخابات النادي المزمع اقامتها في نهايه فبراير على 3 ايام بسبب فيروس كورونا. تبحث اداره الازمات في مجلس الوزراء طلب الزمالك وترسل له الرد على اقامه انتخابات على 3 ايام او على يوم واحد وفقا للائحه الاسترشاديه مطلع الاسبوع القادم. ده الكلام اللي اكده لينا مصادر من داخل المجلس، ولم يعلن عنها مرتضى منصور على الملأ، ولكن علمنا من داخل مكتب مرتضى منصور انه هذا تم بالفعل. ومرتضى منصور عمل الكلام ده من وراء الوزير، الوزير اعلن بالموضوع اليوم، فقام طالع بتصريحات وزير الشباب والرياضه، قال اليوم في تصريحات ان انتخابات نادي الزمالك على يوم واحد فقط طبقا للائحه الاسترشاديه، ودعا نادي الزمالك الى فتح باب الترشيح للانتخابات يوم 20 ديسمبر الجاري، على يعني يتم فتح باب الترشيح يوم 21، يعني ينشره في الجريده الرسميه يوم 20، ويوم 21 ديسمبر يتفتح الباب لمده اسبوع، يعاقبه اسبوع اخر للطعون على ان تقام الانتخابات على مدار 3 ايام 10 و11 و12 فبراير. ده اللي بيحاول فيه مجلس مرتضى منصور. اما الوزير فقال لهم افتحوا باب الترشيح في الميعاد، ما فيش تأخير، الانتخابات على يوم واحد، ورفض الإجراء الذي قام به المستشار مرتضى منصور اليوم. معجنة معجنة، بس من حقكم ان انتوا تعرفوا ايه اللي بيحصل في الكواليس هنا وهناك. معجنة معجنة معجنة، عدنا لهم دعوة كريمة، دعوة حب ان هم يقعدوا مع بعض، ما فيش فايدة. طيب نيجي للتلميحات اللي عملها المستشار مرتضى منصور امبارح ضد اوباما. ايه سبب التلميحات دي؟ ان اوباما موقع لحازم فتوح، وحازم فتوح هو وكيل اوباما ووكيل اسمه ايه ده المدير الفني، فعشان كده المستشار مرتضى منصور بيخبط في اوباما، وده مرفوض طبعا. انا برفض، انت عارف ما بحبش حد انه يخبط في اي لاعب في الزمالك، وخبط كمان في يعني خلافك مع حازم فتوح ملوش علاقة، او خلافك مع كارتون ملوش علاقة. خلينا نقول حازم فتوح قام طالع هو كمان وقال يرد، قال ايه؟ قال العقود تم تحرير بنودها، قال الاول المستشار بيهاجمني عشان انا موكيل ليوسف اوباما وعامل له عقد كويس، ووكيل لكارترون وعامل له عقد كويس، وقال ان العقود تم تحرير بنودها وفقا لقواعد فيفا، ولا يوجد فيها اي شيء مخالف لقوانين فيفا،
وأضاف لن تسبب أي عقود وضعت بمهنية واحترافية وفقا للوائح وقوانين الفيفا أي مشاكل لأي إدارة في أي نادي، ما دام وجدت إدارة تتعامل باحتراف وتحترم بنود التعاقد كما هو متعارف عليه في جميع الأندية. وقال كمان لم نرد على هذا على الكلام ده من خلال مواقع التواصل أو في الإعلام على أي تجاوزات لفظية حدثت في الفترة الماضية، حرصا على استقرار فريق الزمالك واحتراما وتقديرا لجماهير الزمالك العظيمة. وقال نتحلى بأقصى درجات ضبط النفس لأنه ليس في مصلحة نادي الزمالك إثارة أي مشاكل أو فتن في المرحلة الحالية، واللوائح والقوانين هي التي تحمي عملنا وحقوقنا. ده كلام حازم فتوح. عجين عجين عجين، وربنا يستر يا غاليين. حبيت أقول لكم أهم وآخر الأخبار، وانتوا عليكم ان انتوا تفهموا الدنيا ماشية ازاي. قدمناهم بكل حب، بكل حب وكل اخلاص، والله بكل حب وكل اخلاص، دعوة كريمة ان هم يقعدوا مع بعض. رافضين هم بقى، مش الزمالك اللي هيروح في الوباء، هم اللي هيروحوا في الوباء. افتكروا كلامي كويس، ليس الزمالك اللي هيروح في الوباء، الدعوة وجهت للكل والكل وصلت لودانه وقرمتها. وانا بسحب الدعوة اليوم او امس بالظبط، خلينا نقول بادب وذوق، انا سحبت الدعوة بتاعت قناة الجريء ان هم يقعدوا يتصالحوا. سيبوهم بقى ياكلوا بعض وخلينا احنا نتفرج، بس الزمالك مش هيقع زي ده، ما دولة مصر مش هتقع. الزمالك له رجال يحموه ان شاء الله في الفترة الجاية، يحموه من اي مشاكل، اطمنوا والله. لكن كل كذاب وكل لاعن وكل طعان وكل اللي مش عاجبه كل الناس، كل الناس وسخة وكل الناس قلت ابدا وكل الناس بتقبض، ربنا خلصنا منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. حد ليه اي سؤال ويقول، احنا زي ما قلت لكم في بدايه البث، قناه الجريء هيكون في تعاون رائع جدا مع هيئه الرقابه الاداريه. بعد يومين ان شاء الله اقول لكم ما توصلنا ليه، وممكن من بكره بعده بعد بعده نبتدي كمان ننشر اخبار الرقابه الاداريه، وبندي لهم كل حاجه وكل الخير، وما فيش حق بيضيع، ما فيش حق بيضيع. مش كل الناس وسخين زي شوشو، مش كل الناس أوساخ زي توتو، ومش كل الناس أقول إيه ولا إيه، حضراتكم عارفين كل حاجة. من اللي مدمرين نادي الزمالك بسبب العين، الله ونعم الوكيل. على كل حال، إذا كنت أنا ساعات بفكر اتصلت بمين من الرئيس والأستاذ محمد ديب، قول لنا اتصلت بمين بس. الكل ده مش على راسهم بطحه، ده على راسهم. يلا حسبنا الله ونعم الوكيل. استاذنكم ان احنا نخلص البث دلوقتي. بشكر كل الاخوه المحترمين، بشكر الناس اللي كانوا معانا على المايك، بشكر الاستاذ محمد فاضل اللي كان معانا عبر المباراه اليوم، بشكر كل حد محترم مؤمن برساله قناه الجريء ان هي توصل المعلومه الصح. احنا مش عايزين مع حد ومش ضد حد، احنا بس مع الزمالك فقط لا غير. اي حد يفكر غير كده ده الرئيس بتاع الجريء هيحكي لك كان في ايه. اي حاجة غير كده انسوا انسوا والله، هنتنينا على العهد ان شاء الله. واحد بس اتفرج على قناة الجريء هيبقى واحد محترم، بس اللي بيتنطط كده واللي بيفتح بقه كده واللي بيرتشي كده واللي هو اصلا امه ما ربتوش على الادب، ان شاء الله الدولة تعلمه الادب. اشكر حضراتكم، تصبحوا على خير. يا رب تكون الفقرات والمعلومات عجبتكم يا أجمل ناس في الكون. تصبحوا على خير، وغدا يوم جديد، يوم سعيد لأجمل ناس في الكون. تصبحوا على خير.